ده المسيح كان يقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة. شوية الطمع اللي كانوا جواه تحولوا الى محبة شديدة جدا للمال، ومحبة المال اصل لكل الشرور. مش بس كده، يكمل بولس: الذي اذا ابتغاه قوم، ابتغاه قوم يعني حطوه بغية ليهم، هدف ليهم، رجاء ليهم، ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة. وهتشوفوا ان في حاجة عجيبة جدا، ان في كل مرة يجي فيها ذكر خبز الحياة يجي على طول ذكر ان يهوذا هيسلم المسيح. يعني في يوحنا 6 المسيح بيتكلم عن نفسه خبز الحياة، ويقول للتلاميذ ان في واحد منكم هيسلمني. وهم قاعدين ساعة العشاء الرباني، ساعة تأسيس سر الأفخارستية، وهم بيأكلوا الفصح، يتكلم من المسيح عن الخبز المكسور اللي هو جسده. وبعدين يبص كده ليهوذا ويقول: الذي يغمس معي في الصحفة. وبعدين ياخد اللقمة ويديها لمين؟ ليهوذا. وبعدين يقول له: ما أنت فاعله افعله بسرعة. حتى إن المزمور اللي كان يشير لخيانة يهوذا في سفر المزامير، اللي هو بيبتدي: طوبى لمن يتعطف على المسكين، اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، يقول فيه عبارة لطيفة جدا عن يهوذا: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه، اللي أكل خبزي رفع علي كعبه، دسني بكعبه. المسيح في كل مرة بيقدم خبز الحياة يبين ان في واحد بيرفض خبز الحياة. خبز الحياة ده يعني قوام الحياة، حياة الأبدية والحياة الأرضية، قوام الحياة وكينونة الإنسان كله. فالذي أكل خبزي رفع علي عقبه، يهوذا اللي رفض خبز الحياة، اللي رفض الخبز الحي النازل من السماء، لأنه باستمرار كان يضع ثمنا لكل شيء. يهوذا نظرته للحياة وللوجود ان كل حاجة في الوجود وفي الدنيا دي ليها ثمن، بيتمن كل حاجة. تمن قارورة الطيب ب300 دينار، فيح ب30 من الفضة، كل حاجة ليها ثمن، حتى المبادئ، حتى الاشخاص، كل حاجة في الدنيا عنده بالفلوس او بالثمن. هيدفع كام او هياخد كام؟ وياما احنا في اوقات كتيرة بنعيش بهذا المبدأ، كل حاجة في حياتنا ليها ثمن، ثمن مادي. فكان بيطلب فرصة ان هو يسلم المسيح. فعدد 7 يقول: وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح، اللي هو يوم 14 نيسان، اليوم اللي سابق للفطير. وكان الفصح بيتذبح بين العشائين، بين العشائين يعني ما بين انكسار الشمس وما بين غروبها. انكسار الشمس بيبقى الساعة 3 بعد الظهر، وغروبها بيتم الساعة 5 بعد الظهر. فده فترة ما بين العشائين، وأول ما بتغرب الشمس يبتدي يتحسب اليوم الجديد اللي هو يوم الفطير. فأركب بطرس ويوحنا قائلا، المسيح بعد بطرس ويوحنا: اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل، أعد لنا الفصح لنأكل. ترتيب هذا العشاء أو هذا الفصح أهم شيء كان في تدبيرات المسيح اللي اعتنى بها أنه يكملها قبل ما يتصلب. لأن في هذا العشاء بيأسس لنا سر الكنيسة، اللي الكنيسة هتفضل عايشة فيه لحد ما يجي مرة تانية. وهنشوفه ازاي بيعبر بتعبيرات جميلة جدا عن رغبته في اتمام هذا الفصح. بيقول كده: شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح. فقال له: اين تريد ان نعد؟ عايز يا رب فين نعد لك المكان ده هو؟ لان المسيح والتلاميذ كلهم كانوا غرباء عن اورشليم، ما لهمش مسكن في اورشليم.
فقالوا له طب هنقعد ناكل الفصح ده فين ونعده؟ وكان اعداد الفصح بيستغرق وقت وبيستغرق حاجات كتيرة. فهو بعت بطرس ويوحنا، كانوا هم قاعدين في جبل الزيتون، وبعت بطرس ويوحنا يعدوا الفصح زي ان هم بيروحوا يذبحوا الخروف في الهيكل، لان الخروف كان لابد انه يذبح في الهيكل، وبعدين ياخدوا الخروف ويشوه ويجيبوا اعشاب مرة يشتروها، ويجيبوا تين وبلح ومحلول ملح، يجيبوا شوية حاجات كده وحاجة اسمها لحم الشجيجة، اكلة يهودية كان داي بياخد وقت عبالنا بيشتروه وبيعدوه وبيجهدوه. فقالوا له هنجهز الحاجات دي كلها فين؟ فقال لهما اذا دخلتما المدينة، مدينة اورشليم، يستقبلكما انسان حامل جرة ماء. ما لهمش على اسم الانسان ولا على شخصيته، لكن ادهم علامة ان الانسان ده هتلاقوه شايل جرة. طب يعني رب هي دي علامة برضك؟ ما ممكن نلاقي 60 واحد شايل جرة. لا، ليه؟ لان في عادة اليهود ان اللي يملى الجرة النساء مش الرجال. فكون ان في رجل شايل جرة ماء ده امر ملفت للنظر وسهل التعرف عليه. والمسيح مرضيش يقول لهم على اسمه ولا على اسم رب البيت اللي هيعمله عنده لهدف معين، ان ما كانش عايز يهوذا يسمع، لان المسيح هيسلم نفسه في الوقت اللي هو عايزه، وما كانش عايز اي شيء يعيق اتمام هذا العمل اللي هيعمله في عشاء الفصح. عشان كده ما قالش لبطرس ويوحنا، لان لو كان يهوذا سمع ان قال لهم روحوا مثلا بيت مرقص كان هيروح يبلغ اليهود او رؤساء الكهنة. وفعلا ده اللي عمله في الاول، لان لما هنشوف انهم يجوا يقبضوا على المسيح راحوا المرقص الاول وخبطوا على البيت، لان ده المكان اللي معروف ان المسيح قاعد فيه، وده المكان اللي خرج منه يهوذا وقال لهم ان المسيح قاعد مع التلاميذ في العلية، لدرجة ان مرقص الرسول لما حس ان في هجوم على المسيح طلع يجري وهو لابس هدوم النوم، لابس ازار على عريو، ملحقش يلبس هدومه، لكن طلع يجري على بستان جثيماني عشان يحذر المسيح، لكن ملحقش. وبعدين لما شافوه مع المسيح عرفوا ان هو اللي كان في البيت، فقالوا انت من تلاميذه، فمسكوا فيه، فراح شاد نفسه فساب الازار في ايديهم وطلع يجري عريان، لان الوقت ده كان في شهر ابريل وفلسطين حر جدا في هذا الشهر. قام يجري بالهدوم اللي كان او كان شبه عريان وهو نايم في البيت بتاعه، وطلع يجري كده على طول مندفع عشان يحذر المسيح. فالمسيح ما قال لهمش، ادهم العلامة الانسان اللي حامل جرة ماء، ادعاه الى البيت حيث يدخل، امشوا وراه لحد ما يخش البيت، وقولا لرب البيت، يعني الانسان اللي حامل الجرة ده واضح انه مش هو صاحب البيت، ده مجرد عبد عند هذا الرجل. وقولا لرب البيت يقول لك المعلم، اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي؟ يقول لك المعلم، الاسم اللي اتشهر بيه المسيح، او اسف اللقب اللي اتشهر بيه المسيح، يا معلم، فين المكان اللي اقدر اكل فيه الفصح مع تلاميذي؟ والامر ده مش مستغرب، لان انتوا عارفين ان اورشليم في عيد الفصح بتبقى مكتظه جدا بالسكان، ومكتظه جدا بالناس اللي جايين من اماكن بعيده وملهمش بيوت واماكن في اورشليم. فكان الناس اللي سكان اورشليم عندهم عاده جميله هي استضافه الحجيج او الناس اللي بتحج، وكانوا بيهيئوا لهم اماكن علشان ياكلوا فيها الفصح.
كنوع من المحبة واستضافة الغرباء. فكان الأمر مش مستغرب. أين المنزل حيث أأكل الفطح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعدة. هيوريكم علية، علية يعني حجرة فوق السطوح، والعلية دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي، اللي بيروح القدس بيقدر يشوفها. موجودة فوق السطوح علية أو حجرة فوقانية أو عالية كبيرة مرتفعة مفروشة. مفروشة يعني مجهزة، معدة، مزينة. هناك أعدة في المكان ده، أعدة، جهزوا كل شيء. طبعا كانت العلية دي في صورتها أروع صورة للكنيسة، وفي صفات العلية تنطبق صفات الكنيسة. علية فوقانية أو عالية زي الكنيسة دي، عالية إنها من فوق من السماء، كبيرة متسعة، كنيسة متسعة للكل. مفروشة يعني جاهزة، معدة، محدش فرشها بنفسه، ده رب البيت أو رب البشرية هو اللي جهزها بنفسه. هناك أعدة. فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. وكان المسيح يأكل الفصح مع تلاميذه، وده آخر فصح، كنوع من تقديس ذاته للحدث العظيم اللي هيكمله على خشبة الصليب. وبنشوف في الفصح الأخير ان المسيح بيقدم جسده مبذول ودمه مسفوك، علشان يعلن ان هو بيقدم حياته وموته بإرادته مش غصب عنه. المسيح ذبح نفسه بالإرادة وبالنية قبل ما اليهود والأمم ترفعه على خشبة الصليب. فانطلق ووجد كما قال لهما، لقوا كل شيء زي ما المسيح قاله بالضبط. آية جميلة يا ريت تتحفظ، فانطلق ووجد كما قال لهما. يعني اللي يمشي بكلمة المسيح يلاقي بالضبط زي ما بيقول المسيح. كل من ينطلق بحسب كلام المسيح يجد كما قال المسيح له. وأعد الفصح. ولما كانت الساعة، ما كانت الساعة يعني ما بين العشائين، الساعة التي ينبغي أن يؤكل فيها الفصح، يذبح ما بين العشائين ثم يعد، وبعدين بالليل، كان الليل أمسى والغروب انتهى. إذا كان الخروف بيتذبح ما بين العشائين، فبعبال ما بيشوه وبيجهزوا الأكل بيكون الليل دخل. ولما كانت الساعة، وكأن كل شيء محسوب عند المسيح، حاسب كل شيء ومحدد له وقته، اتكأ. كلمة اتكأ، وضع الاتكاء هو للأسف مش زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، ان هم قاعدين على كراسي، دي اسمها جلسة. لكن الاتكاء حسب النظام اليهودي، القعدة بتبقى عبارة عن طبلية مدورة مستديرة محطوطة على الأرض، وطريقة الاتكاء ان هم بيناموا على الأرض، بيفردوا نفسيهم، بينام على جنبه الشمال وبيسند راسه بايده الشمال، فارد نفسه، رجليه بعيدة، وهو مفرود راسه ناحية الطبلية او ناحية المائدة، ساند راسه بايده الشمال وايده اليمين حرة، وبايده اليمين بيغمس وياكل. وده نفس التعبير اللي قاله معلمنا لوقا بردك لما المسيح كان في بيت سمعان الفريسي، يقول ولما اتكأ جاءت امرأة ومعها قارورة طيب. عشان كده كانت المرأة سهل
انها تسقبها على رجلين المسيح، لان رجلين المسيح في الطرف. ده وضع الاتكاء، وكان رئيس المتكئ يقعد او ينام بالطريقة اللي قلتها، وبعدين ترتيب المتكئين معه. اكبر واحد سنا ينام عن يمينه يبقى وراه، ويلف يلف الدايرة ويجي في حضن المسيح او قدام المسيح او على شمال المسيح اصغر واحد سنا. وده اللي هيئ ليوحنا ان هو ينام في حضن المسيح ويدفئ راسه على صدر المسيح. ده وضع الاتكاء. هو في الاجيال الاولى من اليهود لما كانوا بيحتفلوا بعيد الفصح كانوا بياكلوا الفصح وهم واقفين، لان اليوم اللي خرج فيه شعب اسرائيل من ارض مصر وهم دبحين الخروف كانوا بياكلوه هم واقفين واحقاقهم مشدودة وبياكلوه بعجلة يعني بسرعة عشان يقدروا يخرجوا بسرعة. لكن مع مرور الزمن بقى طقس الاكل لانه مفيش حاجة خايفين منها او هيهربوا منها، بقى وضع الاتكاء. والمنظر ده هو منظر اول صورة لاول كنيسة المسيح اسسها على الارض، الكنيسة المحتضنة في حضن المسيح والملتفة حوالين المسيح والمشتركة مع المسيح. واتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم. شهوة اشتهيت، المسيح بيعبر عن رغبة شديدة جامحة مسيطرة عليه انه يقعد معاهم هذه القعدة وياكل معاهم هذا الاكل. شهوة اشتهيت، وكأن المسيح جواه رغبة شديدة جدا جامحة مسيطرة عليه في انه يقدم ذاته بارادته لكي ما يكون ذبيح بالنية وبالارادة. في نية المسيح انه يموت وبارادة المسيح ان يموت، مش اليهود ولا الامم هم اللي موتوه، لكن هو جه بنيته وبارادته وبشهوته الشديدة جدا انه يموت من اجل خلاص العالم. شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح قبل ان اتألم، عشان ما حدش يفكر ان الظروف هي اللي قادت المسيح الى انه يتألم ويصلب، او ان الخيانة او ان اي شيء اجبر المسيح على انه يتألم او يصلب. المسيح بنيته وبارادته قال لهم كده: لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. حتى لما بيلاطس قال له: طب انا لي عليك سلطان؟ قال له: ملكش ان لم تكن قد اعطيت من فوق. كان في هذا المنظر الجميل وشهوة المسيح الغلابة انه يقدم نفسه للعالم وانه يقعد والتلاميذه في احضانه، كأنه بيطلب من الزمن انه يلقط له صورة تذكارية وهو بيحتضن تلاميذه في حب لا يعبر عنه. صورة تذكارية لما واحد بيحب مجموعة او بيحب انسان يحب جدا انه ياخد صورة معاه وهو قريب منه عشان تفضل الصورة دي مطبوعة معاه. حتى العريس والعروسة اول حاجة يعملوها ان هما ياخدوا الصورة دهية. لما يبقى واحد فرحان بانسان ويحب جدا يقعد معاه كتير ومش عايز يسيبه يحب يتصور معاه. وكأن في لحظة من الزمن المسيح الزمن لقطله هذه الصورة مع الكنيسة اللي احبها. ما هو المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس، بس الصورة اللي اتلقطت مش صورة زمنية، صورة فوق الزمن تبقى ابد الدهور.
حب لا يعبر عنه، حب أبدي خالد. عشان كده لحظة الخلاص دي كم كان يشتهيها المسيح علشان يقدمها للبشرية كلها. شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا أأكل منه بعد، يعني دي آخر أكلة معاكم، حتى يكمل في ملكوت الله. يعني إيه معنى يكمل في ملكوت الله؟ يكمل يعني إن الفداء والموت ده مش بس بالنية وبالإرادة، لكن يتم يتحقق بالفعل. فكلمة يكمل يعني يتحقق، يتم بالفعل وليس بالنية وبالإرادة فقط. عشان كده ملكوت الله ده ابتدى من امتى؟ ملكوت الله ده لحظة بدايته امتى؟ امتى المسيح ملك؟ الصليب، الرب قد ملك على خشبة. عشان كده ملكوت الله بدأ من لحظة الصليب واستعلن بالقيامة. احنا بنعيش دلوقتي في ملكوت الله، ملكوت الله ده مش حاجة جاية، لكن احنا فعلا بنعيشها دلوقتي، لان دي كان اخر اكلة هياكلها المسيح، وبعد كده هيتحقق الملكوت فعلا بصلبه وبقيامته من بين الاموات. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم. وارجو تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا، ان معلمنا لوقا هنا بيتكلم عن كأسين. اقروا كده وبصوا، بيتكلم عن كأسين مش كأس واحدة. في عدد 17 يقول ثم تناول كأسا، كأسا دي غير معرفة بأل، ما فيهاش أل كأس، ولكن قال تناول كأسا. وفي عدد 20 يقول وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا هذه الكأس، هنا الكأس دي معرفة بإيه؟ بأل. كأس الأولانية دي هنشوف ترتيبها، دي في ترتيب الاحتفال بعيد الفصح. تناول كأسا وشكر وقال لهم خذوا اقتسموها بينكم، قدم شكر وبعدين قال لهم وزعوها عليكم او شير، اشتركوا فيها. ونفس العبارة لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة، نتاج الكرمة يعني ثمر عصير الكرمة، حتى يأتي ملكوت الله. نفس العبارة اللي قالها عن الأكل. فالمسيح بيتكلم عن عمليتين، أكل وشرب. والأكل والشرب دول لما المسيح عملهم على المستوى الجسدي مع تلاميذه حولهم لفعل سرائري، لفعل سري، مش يرمز لحاجة ولكن يحقق وجود حاجة فعلا. المسيح قال لهم اني مش هشربوا تاني معاكم الا في ملكوت. هو كان يقصد شيء معين علشان ما يضغطش على مشاعرهم بكلماته الوداعية، لانه لسه قايل لهم ان هو حيمضي ويسلم للموت ومش هيشوفوه. فابتدى التلاميذ يحسوا بنوع من الاحباط والحزن العميق، لان هم ابتدوا يشعروا بالخسارة المريعة نتيجة ذهابه بعيد عنهم وبانهم مش هيقدروا يشوفوه مرة تانية. فابتدى يديهم نوع من الرجاء ونوع من الفرح والتعزية، لا ان انا هشربه معاكم مرة تانية بس في الملكوت. فطمئنهم وادهم نوع من الطمأنينة بانه هيشربوا معهم جديدا في الملكوت، يعني هيرجع لهم مرة تانية. بس في المرة التانية لما هيجوا يشربوها هيشربوها وفيها قوة النصرة
ومجد القيامة ومجد الملكوت وحضور الآب والابن والروح القدس. هو ده معنى أشربوا معاكم في الملكوت. ملكوت ده فيه قوة النصرة ومجد القيامة. ومن اللحظة دي أسس السيد المسيح سر التناول، السر اللي قايم عليه الكنيسة كلها. يعني تلاحظوا ان اي احتفال لينا او اي تجمع لينا، التجمع قايم على سر التناول. هنعيد عيد الميلاد، هنحتفل بميلاد المسيح في حياتنا ازاي؟ بنتناول. هنعيد عيد القيامة، هناخد قوة القيامة ازاي؟ بالتناول. هنعيد عيد الغطاس العماد، هناخد فعاليته ازاي؟ بالتناول. الكنيسة قايمة على التناول، ده سر الأسرار، سر الكنيسة كلها. وسموه تناول ليه؟ من كلمة ناول، ناول يعني أعطى. فإحنا بنتناول لأنه ناولنا. سموه العشاء الرباني لأن إحنا بنتعشى مع ربنا. سموه الأفخارستية، الأفخارستية يعني شكر، لأن المسيح شكر. وكلمة شكر دي كلمة عجيبة جدا. المسيح بيشكر على إيه؟ احنا نعرف ان الانسان يشكر لما ياخد. طب والمسيح خد ايه؟ ده المسيح بيشكر انه هيدي، هيعطي نفسه. وكأن فرحة الابن بانه يتم مشيئة الاب ويعطي ما اراده الاب فرحة عجيبة، المسيح بيشكر عليها. بعكس المفهوم البشري خالص، احنا عندنا ما نشكرش الا لما ناخد حاجة. لكن المسيح بيشكر انه حيموت نفسه ويقدم نفسه ذبيحة عن العالم. عشان كده نسميه سر الشكر. يسمى ايضا سر الشركة. شركة يعني في شير. المسيح قال للتلاميذ اقتسموها بينكم، يعني اشتركوا فيها. ففي شركة بيننا وبين الله، وشركة بيننا وبين بعض، عشان كلنا بنتحد بالمسيح وبنتحد بعضينا وبعض في سر الأفخارستية. الكنيسة قايمة على هذا السر، سر الثبات. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. سر الحياة الأبدية، سر القيامة، أنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا، يحيا إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. سر الخلاص والغفران والحياة الأبدية. عشان كده الكاهن بيصرخ ويقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ده هو سر الأسرار أو سر الكنيسة كلها القائمة عليه. في كلمات المسيح، خذوا هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي. ماذا يعني سر الأفخارستية لينا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد في سؤال هنا بيقول إذا كان المسيح عارف الميعاد، ليه بيقول لليهوذا ما أنت فاعله فافعله بسرعة؟ لأن الميعاد جه. قال له مفيش داعي تستنى، اللي أنت عايز تعمله اعمله بسرعة، خلاص أنا مديك تصريح. في حد هيسأل؟ اتفضل. في سؤال هنا بتقول فين بقيت خروف الفصح والحاجات دي كلها؟ الكلام ده هقوله، هقول ترتيب الاحتفال بعيد الفصح في النظام اليهودي، والمسيح خد منه ايه واسس منه سر الافخارستيه المره الجايه. اخذ المسيح من الكاس وشرب. لماذا شرب المعلم من الكاس بالرغم من ان هذا هو دم المسيح الذي سنشربه بعد القيامه؟ او بمعنى اخر عايز يعني يقول المسيح اللي ادى للتلاميذ ادهم ايه؟ ادهم خمر ولا ادهم دم فعلا؟ ودمه ما كانش لسه اتسفك. لما المسيح قدم الخبز ادهم خبزه ولا ادهم جسد حقيقي فعلا؟ برغم ان المسيح ما كانش علق على
الصليب، ده اللي هنقوله بردك المرة الجاية. لوقا 22 عدد 14. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا أأكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه اقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟ والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في اليومين الأخرانيين من حياة السيد المسيح على الأرض أن السيد المسيح في مساء يوم الخميس أسس سر التناول في العشاء الرباني، وشفنا أن من الأرجح أن السيد المسيح صنع الفصح اليهودي قبل معاده بيوم، لأن القرايات اللي بتتكلم من إنجيل معلمنا يوحنا بتشير ان اليهود لحد يوم الجمعة ما كانوش قتلوا الفصح، زائد ان السيد المسيح استخدم في العشاء الرباني خبز، وخبز يعني فيه خمير، ما استخدمش فطير، وده دليل ان الفطير ما كانش لسه اتعمل. السيد المسيح لما اسس سر التناول استخدم خبز مختمر، ولو كان ده هو الفصح اليهودي يوم الخميس ما كانش ممكن يبقى فيه خبز مختمر في كل اليهودية وبالذات في أورشليم. لكن شفنا معنى أول يوم الفطير معناها إيه؟ أول يوم الفطير مش معناها إن هو أول الأيام، ولكن كلمة أول معناها قبل، زي ما بقول أول امبارح معناها قبل امبارح، اليوم الذي يكون قبل امس. فيكون قبل يوم الفطير ده قبل يوم الفصح اللي بتبتدي من منه ينزع الخمير من بيوت الاسرائيليين، فيكون السيد المسيح صنع الفصح قبل معاده اليهودي، بحيث ان هو يوم الجمعة العظيمة لما علق على الصليب واسلم الروح على الصليب في الساعة 9 كان فعلا دي اللحظة اللي بيتم فيها ذبح خروف الفصح بين العشاءين. واسس السيد المسيح سر التناول او سر الافخارستية، وان كانت اصفار العهد القديم كلها بتشير الى هذا السر بان هو الوليمة التي يصنعها المسيا المنتظر. وبنشوف ان في رموز كتيرة جدا لسر التناول ظهرت في العهد القديم، من اول سفر التكوين، من اول ما ملكي صادق استقبل ابراهيم بسر النصرة وبسر الفرح والشكر وقدم له خبز وخمر. ملكي صادق رئيس او كاهن الله العلي. تشوفوا بردك في سفر التكوين اصحاح 27 لما جه اسحاق يبارك يعقوب، وبعدين عيسو دخل بعد ما يعقوب اخذ البركة ويقول للابوه: اما بقيت لي بركة، يعني اطب انا ماليش بركة؟ فابوه قال له: لا، ده انا عضضته
بحنطة وخمر. يعني اسحاق سر البركة اللي ادالي يعقوب ان هو عضده بايه؟ بالحنطة والخمر، رمز للجسد والدم، لان الحنطة هي اللي يصنع منها الخبز، والخمر هو اللي يتحول الى دم المسيح. نشوف في سفر الامثال ونطلع مع بعض حتى هذا الشاهد في سفر الامثال الاصحاح التاسع. سفر الامثال الاصحاح التاسع من عدد واحد، صفحة 945، يقول: الحكمة بنت بيتها، نحتت اعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، ايضا رتبت مائدتها. ففي مزج للخمر، وفي ذبح للذبيحة، وفي ترتيب لمائدة. والحكمة معروف ان الحكمة هي اقنوم الابن. ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة: من هو جاهل فليمل الى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مذقتها. بردك في سفر اشعياء النبي بنشوف وليمة المسيح المنتظر في اصحاح 25 عدد 6 صفحة 1020، يقول: واصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي، وسماء ممخة دردي مصفى. دردي يعني خمر مصفى او خمر نقية. وليمة سماء وليمة دسم ووليمة خمر، وليمة فرح، وليمة شبع ووليمة فرح. في المزمور الجميل مزمور 23 اللي هو بيقول فيه الرب لي راعية، يقول ايه؟ رتبت لي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالزيت رأسي وكأسي ريا، خير ورحمة يتبعاني كل ايام حياتي، ومسكني في بيت الرب الى مدى الايام. يعني في مائدة مرتبة مهيئة تجاه العدو، واللي هيشترك في المائدة دي يسكن في بيت الرب الى مدى الايام. يعني المائدة دي تعطي نصرة على العدو، وتدي للانسان ان هو يسكن في بيت الرب الى مدى الايام، او ليه الحياة الابدية. مش قال كده: من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. فدي كانت رموز او من الرموز اللي موجودة في العهد القديم بتتكلم عن وليمة المسيح المنتظر. عشان كده المسيح اسس بهذا السر، سر كيان الكنيسة وخلاص البشرية وسر الدخول الى الابدية. فالمسيح حقق بالسر او بهذا العشاء ما كان سيتحقق بالفعل على المستوى العملي او الفعلي يوم الجمعة العظيمة على خشبة الصليب. لان المسيح قدم نفسه بالارادة واكمل الذبح على المستوى الابدي قبل ان يكمله على المستوى الزمني. صحصحوا للعبارة دي: المسيح اكمل الذبح، يعني كمل نفسه ذبيحة وقدم فعلا نفسه ذبيحة على المستوى الابدي. الابدي يعني فوق الزمن، قبل ما يتم فعلا في الزمن. لان المسيح كان، وزي ما هنشوف، ذبيح بالنية من قبل ما العالم ينشأ. الفداء ده كان موجود في ذهن الله من قبل حتى خلقة الانسان. فهو يكملوه هم على المستوى الزمني عشان يظل الذبح ده سر قائم حتى بعد انتهاء الفعل وحتى بعد انتهاء الزمن. وتبقى ذبيحة المسيح فوق الزمن، ذبيحة دائمة وذبيحة شاملة ليها صفة الدوام والشمولية.
تغطي كل وقت وتغطي كل مكان وتغطي كل انسان. عشان كده لو انتم صحصحين لما بنيجي نعمل التناول، التناول مش محدود بمكان ولا بزمان. يعني بنعمل مثلا سر التناول هنا في كنيسة ماري جرجس في الجيزة في نفس الوقت اللي بيتعمل في أسوان، في نفس الوقت اللي بيتعمل في أمريكا، بيتعمل في أوروبا في نفس الوقت، وممكن يعملوه في كل وقت لأنه مش محدود بزمان معين ولا بمكان معين. الآباء اللي عملوا وعاشوا سر التناول من آلاف السنين، احنا برضك بنعيش سر التناول لحد دلوقتي. فعشان كده ذبيحة المسيح ليها الدوام، ذبيحة دايمة أبدية فوق الزمن، مش محدودة لا بزمن ولا بمكان، في كل وقت وفي كل كنيسة ممكن يتمتع الإنسان بهذا السر العظيم. الحقيقة أن موضوع الفداء كان موجود في ذهن المسيح وفي ترتيب الله من قبل ما العالم يتنشئ، ده واضح جدا، ولو طلعنا بعض الآيات نقدر نستشهد بيها. يعني لو طلعنا رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأولاني، رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأولاني يقول آية عجيبة جدا معلمنا بطرس الرسول، صفحة 376، ويريد كل واحد يبقى في إيده كتاب مقدس. بطرس الأولى الإصحاح الأولاني من عدد 18 يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو بذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. يعني الفدية بتاعتكم مش بفضة ولا بذهب، لكن الفدية بتاعتنا جت بإيه؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. دم المسيح ده معروف ايه؟ من بدري خالص، حتى من قبل خلقة العالم وتأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. يعني دم المسيح والفداء وذبيحة المسيح وموت المسيح ده معروف سابقا عند الله من قبل ما العالم يتنشئ، لكن ظهر لينا احنا في الآونة الأخيرة. ولو طلعنا برضك رسالة العبرانيين إصحاح 9 عدد 14 صفحة 361 يقول: فكم بالحري. عبرانيين 9 عدد 14: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم، الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب. بروح أذلي، أذلي يعني إيه؟ ليس له بداية. بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب، يعني المسيح مذبوح منذ الأذل وإلى الأبد. المسيح مذبوح قبل تأسيس العالم منذ الأذل وإلى الأبد. الذي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وبردك لو طلعنا سفر الرؤيا إصحاح 13 عدد 8 صفحة 409: فيسجد له جميع الساكنين على الأرض. بيقصد مين هيسجدوا لمين؟ للوحش أو النبي الكذاب أو اللي هو ضد المسيح، هيسجد له كل الناس اللي ساكنة على الأرض أو مرتبطة بالأرض، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح.
يعني الخروف ليه سفر حياة مذبوح منذ أو قبل تأسيس العالم، وفي ناس مكتوبة في سفر الحياة اللي موجود من قبل تأسيس الايه العالم، لأنهم مكتوبين في سفر حياة الخروف الذي ذبح. عشان كده ذبيحة المسيح اللي قدمها هي ذبيحة ليها صفة الدوام من الأزل وإلى الأبد والشمولية، وتغطي كل مكان، مش بس كل زمان بل كل مكان. امبارح عملنا قداس وتناولنا، والنهاردة عملنا قداس وتناولنا، وبكرة هنعمل قداس ونتناول. لكن ده مش معناه تكرار ذبح المسيح، مش تكرار، ولكن ده معناه امتداد لذبيحة الصليب. الصليب ذبحته ممتدة منذ الأزل وإلى الأبد، واحنا بنعيش في هذا الامتداد كل يوم، امتداد لعمل الذبح اللي المسيح أنشأه على المستوى الأبدي يوم الخميس قبل ما هم ينشؤوه على المستوى الزمني يوم الجمعة. عشان تظل إرادة المسيح واضحة إنه بيقدم نفسه فداء وخلاصا للعالم بإرادته، عشان كده قال العبارة اللي قريناها من شوية: شهوة اشتهيت أن أأكل معكم هذا الفصح. شهوة فيه رغبة قوية وجامحة جدا في المسيح إنه يصنع هذا لكي ما يعبر بالبشرية. تعرفين كلمة فصح يعني إيه؟ عبور، باس أوفر، عبور يعني عبور من الموت للحياة، عبور من الهلاك للنجاة، عبور من الدينونة للخلاص. المسيح كانت شهوته انه يعبر مش بنفسه لكن يعبر بينا وبالبشرية اللي هو شايلها في جسده، يعبر بيها من الموت الى الحياة ومن الدينونة الى الخلاص. عشان كده هو اشتهى نيابة عن كل البشر انه يجتاز هذا ويصنع هذا السر، عشان ما يعبرش وحده بل يحقق العبور لكل انسان. فقعد مع التلاميذ اكل وداء وكأنه بياكل وبيشرب موته. كان زمان في العهد القديم الخاطي لما بيجي يجيب ذبيحة ويقدمها كان لازم الكاهن يأكل من الذبيحة اللي قدمها الخاطي. ليه؟ عشان لما الإنسان الخاطي يشوف الكاهن بيأكل منها يطمئن إن هذه الذبيحة قبلت ومقدسة. أهو نفس اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ، أكل وداء علشان يقدس، وكأنه بياكل موته علشان يقدس هذا الموت، وبيعلن ان هو راضي بل في منتهى الرضا انه بيقدم هذا من اجل خلاص الانسان ومن اجل خلاص البشرية. عشان كده قال لهم: شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. بصوا كده للفعل بتاع يكمل، دي ده فعل ايه؟ مبني للمجهول. طب هو مين اللي هيكمله؟ لو كان المسيح فقط اللي هيكمله ما كانش في داعي يبني للمجهول، يقول حتى اكمله انا. لكن ليه المسيح هنا بنى الفعل للمجهول؟ طب هو ملكوت الله اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، تقول لنا ابتدى امتى؟ من على الصليب، ان الرب ملك على خشبة. وكانت الميزة اللي ميزت العهد الجديد عن العهد القديم او ملكوت الله عن ما كان قبل هذا، ايه العطية اللي خدها الانسان في العهد الجديد ما كانش اخدها في العهد القديم؟ النعمة دي خدها ازاي؟ لا، في حاجة كده، اول ما جت الكنيسة اتولدت،
الروح القدس بالظبط. الروح القدس هو ميزة العهد الجديد، هو عطية الملكوت، هو عطية العهد الجديد الروح القدس. فعشان كده تكميل الملكوت هو اشتراك في عمل الاب والابن والروح القدس. والافخارستية او التناول هو علامة اعلان عن اتيان ملكوت الله وحضور الثالوث، وان الثالوث عامل من اجلنا، من اجل انه يعبرنا من الموت الى الحياة، ومن العالم الزمني الى الملكوت الابدي. وده اللي الثالوث بيعمله فينا كل يوم والى الابد. لو انتوا بتبقوا صحيين في طقس القداس وفاهمين ايه اللي بيتعمل، تلاقوا ان هو ده العبارة اللي قالها المسيح، عمل الاب وعمل الاب وعمل الروح القدس، ده هو ملكوت الله اللي احنا بنتمتع بيه في العهد الجديد. عشان كده من اول حتى ما قبل القداس يبتدي والكهنة بيلبسوا والشمامسة بيلبسوا اللبس، الشعب بيردد لحن أبقوره، ولحن أبقوره بنقول فيه ايه؟ عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، ها، بمجد ابيه والروح القدس. يعني ثلاثة اقانيم بيعملوا فينا حضور الله الكامل. واول ما يختار ابونا الحمل القربانة يقف قدام كل الشعب كده ويرفعها فوق ويقول ايه؟ مجدا واكراما، اكراما ومجدا، ها، للثالوث الاقدس، الاب والابن والروح القدس. ما هو ده سر الافخارستية في القداس، ما هوش حضور الابن فقط، لكن تمتعنا بشركة الاب والابن والروح القدس. فبيصرخ الشماس، واحد هو الاب قدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. حتى في الرشومات الكاهن يصلي لما بيبارك ويرشم بعد اختيار الحمل ويقول فزمر اوت انجيبي بنتكراتور وانجيبي مونو جانيس، لما بيقول مبارك الاب الضابط الكل، مبارك الابن الوحيد، مبارك الروح القدس، وبيرد عليه الشماس، واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. ده في بداية القداس. وحتى في نهاية القداس لما الكاهن بيصرخ يقول القدسات للقديسين، مبارك الاب والابن والروح القدس، وقدوس هو الروح القدس، يرد الشعب كله ويقول واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. لان القداس ده علامة واظهار اتيان الملكوت للانسان. ما تتخيلوش مدى عظمة القداس لو الانسان بيبقى ليه وعي روحي وذهن مفتوح، يقدر يتلامس مع هذه العظمة الجبارة. مش زي ما بعض الكنائس انكرت جسد ودم المسيح وقالت دي مجرد تمثيلية او يعني حاجة كده بنعملها نفتكر بيها اللي عمله المسيح، وحرموا نفسهم من القداس وسر القداس. ده هو علامة اتيان الملكوت، دخولك في شركة مع الثالوث، بل دخولك في وحدانية مع الثالوث، الاب والابن والروح القدس. فحضور الثالوث هو اتيان الملكوت وابتداء عمله فينا، ودخولنا في تدبير الثالوث، ان الثالوث يدبر كل حياتنا. الاب يحب والابن يخلص والروح القدس يقدس. ففي خلال الافخارستية اتلاقى الزمن مع الابدية. وان كنا عايشين هنا على الارض تحت الزمن، لكن في واقع الامر احنا بندخل في الابدية او في مرحلة اللا زمن. يقول ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم،
لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. لما يشربوا جديد مع التلاميذ وهم متمتعين بعمل الثالوث الاب والابن والروح القدس، هي دي الجدية او نوع التجديد اللي حصل. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا لذكري. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. المسيح لما قدم للتلاميذ قال لهم: خذوا هذا هو جسدي. يعني لما جه يديهم اداهم ايه؟ جسده فعلا. اداهم جسده فعلا، ما قالهمش خذوا كلوا هذا هو الخبز الذي يمثل جسدي، او خذوا هذا هو الخبز الذي يرمز لجسدي. لا، ما قالهمش كده، قال لهم خذوا هذا هو جسدي. عشان كده ده حضور حقيقي للمسيح. وهنشوف ايه معنى كلمة اصنعوا هذا لذكري. كلمة ذكري امنسيس باليوناني زي ما قالها المسيح، ما هياش مجرد التذكر او ان الواحد يفتكر حاجة فيتخيلها، او زي مثلا ما يبقى في حدث حصل وانتهى وخلص ويقوموا عشان يفتكروه يعملوا له ذكرى. واحد مات فعشان يفتكروه يعملوا له ايه؟ ذكرى. او حدث حصل يقوموا يعملوا له نصب تذكاري تخليدا للذكرى. لا، ما هياش كده، لكن الذكرى هنا بمعنى الحضور الحقيقي. المسيح شخص، مش مات وانتهى واحنا بنخلد ذكراه زي ما بتعمل تذكار الاربعين والذكرى السنوية. المسيح ما انتهاش، المسيح حاضر في وسطنا، ما هواش مجرد لقمة خبز مكسورة، لكن المسيح ليه حضور حقيقي. ومش حضور حقيقي بس، ده حضور فعال ليه عمل داخل الانسان. عشان كده قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وإن لم تشربوا دمه ليس لكم حياة. يعني جسد ودم المسيح ليه فاعلية. ما قالش إن لم تأكلوا الخبز اللي هو يشير ويرمز الى جسد ابن الانسان، وان لم تشربوا الكأس التي هي رمز الى دم ابن الانسان، ما قالش كده، لكن قال لهم هذا هو جسدي. تقول لي ازاي المسيح يدي التلاميذ جسده قبل ما يموت وهو قاعد في وسطيهم عايش؟ اقول لك احنا لسه دلوقتي مطلعين ان ذبح المسيح ده ايه؟ منذ الأذل، قبل تأسيس العالم. وهي دي قدرته وقوته، ان يمد ايده فوق الزمن ويقدم نفسه ذبيحة. التلاميذ ما اكلوش باعتبار ما سيكون، لكن التلاميذ اكلوا جسد حقيقي ودم حقيقي. عشان كده ده هو ايمان كنيستنا، حضور المسيح الفعال الحقيقي او الاليثية. علشان كده تسمعوا في المرد القداس نقول اليثوس تنقطي. اليثوس يعني بالحقيقة نؤمن ان الجسد ده حقيقي، جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا. هذا هو بالحقيقة امين. ولما قدم الكأس، ولاحظنا ملاحظة هنا لو فاكرينها من المرة اللي فاتت، انه في عدد
17 قال تناول، بصوا تناول ايه؟ كأسا غير معرفة بقل. وفي عدد 20 وكذلك الكأس ايضا، هنا الكأس معرفة بقل. ايه بقى الحكاية؟ عشان نقدر نفهم الفرق بين الاثنين هقول لكم الطقس اللي كان بيعملوه اليهود في عيد الفصح. ما كانش مجرد ان هم بيذبحوا الخروف وبيشوه بياكلوه، لكن الفصح على مدى الاجيال اللي مارسته بقاله طقس وترتيب بحسب الروح اللي ارشد كبار الربيين ان هم يعلموا الشعب. فكان في ترتيب الفصح اول حاجة ان الفصح ده لابد ان يكون جماعيا مش فردي. يعني ايه جماعيا مش فردي؟ يعني لازم الاحتفال دي يكون على مستوى الجماعة، وكانوا لازم يبقوا 10 على الاقل اللي بيشتركوا في خروف، ما هوش فردي. يعني مفيش واحد كده هيعيد لوحده بعيد الفصح يخش يقفل عليه الاوضة وياكل خروف لوحده، لازم يبقى على مستوى الجماعة. طبعا ده ليه معنى، عشان كده برضك حتى عندنا مفيش كاهن مثلا يجيله مزاج انه يصلي قداس يقوم يصلي لوحده، ما يقدرش، لابد من وجود شماس ومن وجود الشعب. ما يقدرش يصلي لوحده قداس، لان زي ما هنشوف ان سر التناول قلنا انه سر شركة. شركة يعني لازم يبقى فيه اعضاء جماعة. فكان الفصح ليس فرديا بل جماعيا، ده شرط اساسي. وكانت اكلة الفصح كل ما يجي يعيدوا بيها بتديهم رؤية مستقبلية لفداء قادم عظيم وشامل، اعظم بكتير من مجرد عبور الملاك المهلك في ارض مصر على بيوت الاسرائيليين. عشان كده كان كل ما تيجي الاحتفال بعيد الفصح كان يبقى فيه ثورة وتأجج شديد جدا عند اليهود، لانهم بيتنسموا نسيم الحرية. شفنا في انجيل يوحنا ان المسيح لما كان قريب من عيد الفصح واشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، الجموع هاجت وماجت وكانت عايزة تحطه ملك عليهم لانها تنسمت نسيم الحرية في عمل المسيح. فكانت باستمرار عندهم اعتقاد ان المسيح لما يجي هيصنع خلاص عظيم، مش على مستوى الفصح اللي اتعمل في ارض مصر، ولكن اعظم من كده بكتير جدا. وفعلا الاحساس ده كان صادق، ولكن هم ما قدروش يفهموه بالظبط، فهموه على المستوى الارضي او الزمني. فكان الاحتفال بالفصح احتفال كبير جدا، وكانوا بيشربوا فيه عدة كؤوس من الخمر. كان يبتدوا الاحتفال بان رأس العائلة او كبير العائلة بيتوسط المائدة، والكبير عن يمينه، ويتدرجوا الاصغر فالاصغر فالاصغر لحد ما يجي الصغير عن يساره، ويمسك كبير العائلة كأس واحدة مش كؤوس، كأس واحدة سليمة مزخرفة نظيفة طاهرة وفيها الخمر، ويرفعها بمقدار شبر ويبص لفوق ناحية السماء ويشكر او يقدم تشكرات لله على يوم الفصح وعلى الخمر. فيشكر ويبارك ربنا على هذا الاحتفال وعلى هذا الخمر، وبعدين يعبروها ما بينهم يشربوا كلهم منها. ودي الكأس الاولانية اللي قدمها للمسيح وقال لهم اقتسموها فيما بينكم. بعد كده يجي الاعشاب المرة، اعشاب مرة خضرة ولكن مرة، رمز للحياة المرة والعبودية اللي هم لقوها في ارض مصر، وبتبقى منقوعة في محلول ملح مركز عشان تبقى شديدة المرادة. وياكلوا من الاعشاب المرة دي وهم بيقدموا تشكرات لربنا.
بالرغم من مرارتها لكن يقدموا تشكرات. بعد كده ياكلوا الفطير اللي مخبوز بدون خميرة، وياكلوا الفطير ده بشوربة معمولة من البلح والتين ومنقوعة في الخل. دي الشوربة بتاعتهم، بلح وتين منقوع في خل، دي بتبقى لونها احمر، رمز الطوب اللبن الاحمر اللي هم اشتغلوا في الصخرة فيه. وبعدين يبتدوا يتناولوا خروف الفصح، وفي اكلة معينة كده عندهم معروفة عند اليهود اسمها لحم الشجيجات او لحم الشجيجة، طبخة معينة بيطبخوها في عيد الفصح. وبعد ما ياكلوا من الخروف يبتدي كبير العائلة يقدم البركة لمن اخرج ثمار الارض واعطى هذه الخيرات. بعدين يمسك كأس تانية يمزج ما بين الخمر وما بين المية، وبعدين يرفعها فيقوم اصغر الموجودين سرا سنا، اصغر واحد في العائلة حتى لو كان طفل صغير، يسأل ابوه يقول له سؤال: احنا ايه اللي احنا بنعمله ده وليه بنعمله؟ يسأله عن الطقس اللي بيتعمل ده. فيبتدي الاب يحكي قصة الفداء والعبور والحرية والخلاص من ارض مصر، علشان تظل كل سنة خبرة خروف الفصح ومعنى خروف الفصح مطبوعة في اذهان الاجيال. وبعد ما يشربوا الكأس التانية يبتدوا يقولوا مزامير التهليل اللي هي المزمور من 113 و114، وبعدين يقوم كبير العائلة يغسل ايديه ويتطهر، وده غالبا الوقت اللي قام فيه المسيح وغسل رجلين التلاميذ. وبعد ما يغسل ايديه ويتطهر يجيب لقمتين خبز من الفطير، يكسر واحدة يقطعها قطع ويحطها على النص التاني السليم، ويبتدي يغمز من القطع المكسرة في الأكل وياكل ويدي اللي حواليه. ودي الحتة اللي عملها السيد المسيح مع يهوذا، غمس في اللقمة وإيه واداله في منقوع بتاع البلح والتين. وبعدين يكملوا اكل الخروف لحد ما ينهوه، لان المفروض مفيش حاجة من الخروف تتبقى الى الصباح. وبعدين يجيبوا كأس ثالثة ايضا من الخمر ويقولوا مزامير التهليل اللي هم من مزمور 115 لمزمور 118. بعد كده يبقى فيه كأس رابعة يتقال عليها مزمور او المزامير من 120 ل137. هتلاقوا المزامير دي اغلبها بتاعت الغروب والنوم، ودي كانت تبقى نهاية مزامير التهليل ونهاية العشاء. والكأس الرابعة دي غالبا هي الكأس اللي المسيح حولها الى دمه، عشان كده يقول وبعد العشاء اخذ كأسا. بعد العشاء يعني بعد ما اكله الخروف وخلص الخروف. وده اللي بيقوله معلمنا متى، ان هم بعد ما كلوا الفصح والتناول سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون، سبحوا بمزامير التهليل وطلعوا خارج الى جبل الزيتون. فالمسيح اخذ من طقس الفصح بعض الاشياء واسس به سر التناول، اخذ كف الخبز، خد مزج الخمرة بالمية، واقتسام الكأس فيما بينهم، وهو ده طقس العشاء الرباني. اخذ خبزا وبارك وشكر وايه وكسر واعطى، اخذ الكأس ومزجها من خمر وماء وعمل الثلاث رشومات عليها، او بارك وشكر وقدس وذاق واعطى تلاميذه وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد.
بيفتح ودن بيرش. لما درسنا الذبائح في سفر اللاويين شفنا ان في عنصرين في الذبيحة، اللحم بتاع الذبيحة والدم بتاع الذبيحة، وكل واحد كان ليه طقس وعمل معين، والذبيحة لا تكمل الا من خلال عنصريها. والمسيح بيقدم نفسه ذبيحة حقيقية استعمل العنصرين، هذا هو جسدي. صوما، كلمة صوما يعني جسد، هذا هو دمي، دمي يعني اسنوف باللغة اليونانية، هذا الخبز جسدي، هذه الكأس دمي. فهنا الخبز والخمر صاروا بحسب تدبير ربنا جسد ودم، ليك حالة حقيقية واقعة فعليا مش مجرد رمز. صحيح المسيح حفظ المادة المصنوع منها السر وظلت بأعراضها وبخصائصها، ما تحولتش عن شكلها الظاهر، لكن جعل التحول مش بالمظهر، مش بالشكل ولا بالطعم، ولكن التحول بالحق بالأليثية بسر، سر فائق على المادة وعلى طبيعتها. لأن المسيح ادى هذا الخبز وهذا الخمر صفات ليست من طبيعتها أصلا، اداها طبيعة فائقة عن الطبيعة المادية، وهو ده معنى السر. يعني بنسمع ان الكنيسة فيها 7 أسرار، كلمة سر يعني ايه؟ يعني ايه؟ حد يقول لي كلمة سر يعني ايه؟ اللي هيقول دي لي جايز. لا لا لا، مش سيكريت، ميستري، ميستيري او حاجة ميستيكية. يعني ايه حاجة ميستيكية؟ لازم نحفظ تعريف كلمة سر، مش معقول نبقى احنا يعني قاعدين في كنيستنا ومش عارفين يعني ايه كلمة سر. سر يعني نوال، نعمة غير منظورة بواسطة مادة منظورة. تاني احفظوها، كلمة سر معناها نوال نعمة غير منظورة. النعمة او الهبة او الخلاص ده حاجة غير مرئية مش متشافة، لكن بننالها وبناخدها بواسطة مادة منظورة، يعني الولادة الجديدة المعمودية. بقول بتولد ابن للمسيح، دي حاجة غير منظورة، لكن باخدها بواسطة مادة منظورة اللي هي المية. نفس الوضع، جسد ودم المسيح سر الخلاص وغفران الخطايا، دي نعمة غير منظورة غير مرئية، لكن باخدها بواسطة مادة منظورة اللي هي الخبز والخمر. هو ده معنى كلمة سر، مستيريون، وتسمعوها كتير في القداس. فالمسيح فصل بين عنصري الذبيحة إمعانا في تحقيق فعلها ووجودها، علشان يوري ان هو ذبيحة حقيقية، جسد ودم، جسد مبذول ودم مسفوك. مبذول يعني ومسفوك يعني فعل مضارع ايه؟ مستمر للدوام، ما بينتهيش. وكلمة دم مسفوك مش معناها مهرق او مهدر، لا، كلمة مسفوك يعني مسكوب، مسكوب يعني مدلوق، لان السكيب ده اللغة اللي بتستخدم في تقديم الذبيحة. وكأن المسيح سكب على العالم علشان يغطي العالم كله بدمه. معروف ان الجسد اشارة الى الموت والدم اشارة الى الحياة، لان اللي بيتحلل قدامنا هو الجسد، اللحم بتاع الانسان واعضائه. فالجسد اشارة للموت والدم اشارة للحياة، اشارة للنفس اللي فيها الحياة. عشان كده تشوفوا اطفال العهد القديم يقول ان النفس فين؟ في الدم. المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري، ما هيش الذكرى لتخليد عمل انتهى وخلص واحنا بنتذكره،
لكن هي شركة في جسد ودم الرب، شركة عهد ورباط حب أبدي، شركة ثبات، أنا بثبت فيه وهو بيثبت فيا، بل هو سر ديمومة، سر الدوام، الحياة التي لا تنتهي، لأنه في هذا السر يكون الرب حاضر نفسه، حاضر معنا في كل حين، حضور حي حقيقي فعلا. ما هوش احنا بنعمل حاجة للذكرى على امل او ان احنا لينا رجاء في حاجة هتيجي او هتحصل، ولا هي وصية واحد رايح للموت فبيطلب تخليد ذكراه، ولا هي حادثة وقعت وانتهت وعملنا لها نصب تذكاري، لكن هو حضور حقيقي فعلا للمسيح، لان المسيح قال كده السماء والارض تزول ولكن ذكر المسيح لا يمكن ان يذول، لان المسيح حاضر دائم والى الابد، وهو قال كده ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. وسر الافخارستيه هو اللي بيحقق لنا حضور المسيح، عشان كده بهذا الذكر او بهذا الحضور لينا داله ولينا قبول امام ربنا، لينا دخول الى الاقداس السماوية، لان احنا متحدين بمسحنا، لينا صفح وغفران للخطايا، لينا ثبات في الحياة الابدية باتحادنا بهذا السر. ولما بيقول اصنعوا هذا لذكري، هذا دي عايدة على الاحداث اللي تمت يوم الخميس ويوم الجمعة، لانه هو ذبح ذبح حقيقي وسفك دمه سفك حقيقي، وبيقدم لنا الجسد والدم تقديم حقيقي لينا. عشان كده الذكرى ما هي الذكرى عشاء عادي، لكن ده عشاء دموي في دم سفك، عشاء فصحي في عبور من الموت للحياة، لان المسيح كان فعلا مسفوك دمه ومبذول جسده. ده حتى لما ربنا قال لهم في العهد القديم انكم تعملوا الفصح ده تذكارا، تذكارا يعني اختبار حقيقي لعمل الخروف بتاع الفصح. ما كانوش لما بيجي يعملوا الفصح بياكلوا مجرد اكل لحم اي خروف، لا، ده كان لازم الخروف ده يبقى له شروط معينة وطقوس معينة وطريقة ذبح معينة وطريقة طهي معينة، ماهيش أكلة زي أكل أكل خروف وخلاص بنفتكر إن إحنا كنا خروف زمان، لكن كان عايز يديهم فاعلية خروف الفصح في حياتهم. عشان كده أيضا تذكار فصح المسيح مش مجرد أكل خبز وشرب خمر، بل ذبح حقيقي وسفك دم حقيقي، تذكار ذبح مش تذكار اكل. احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح، مش بنعيش اكل. عشان كده في كل مرة بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا. عشان كده الكاهن يقول في اسمه هوذا على هذه الماء، ذبح مش تذكار اكل. احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح، مش بنعيش أكل. عشان كده في كل مرة بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا. عشان كده الكاهن يقول في اسمه هوذا على هذه المائدة كائن معنا عمانوئيل إلهنا، حمل الله كائن معنا موجود فعلا. وإحنا كل ما بنتناول بنكون متكئين فعلا على نفس المائدة اللي اتكأ عليها المسيح في نفس العلية اللي المسيح كان موجود فيها، وفي نفس الليلة التي أسلم ذاته فيها. التذكار ده مش مجرد تخيل أو تمثيلية، ولكن حضور حقيقي على نفس المائدة اللي كان متكئ فيها المسيح، والمسيح بيقدم لنا جسده ودمه. عشان كده المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري ما يقصدش انكم ما تنسونيش، يعني المسيح مش بيقول للتلاميذ اوعوا تنسوني، لا، ولا بيقول لهم اذكروني،
افتكروني، بل المسيح حقيقة موجود حيا. المسيح موجود حيا، يقدم نفسه مذبوح ودمه مسفوك. عشان كده يقول لنا كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه كأس تعملوا ايه؟ تمشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيب. لان الموت والقيامة، موت وقيامة حقيقيين فعلا، الانسان بيجوزهم وبيختبرهم. موت وقيامة، وده اللي بنلاقيه في سر التناول، مش موت بس لكن موت وقيامة في نفس الوقت. عشان كده قد ايه الانسان بيحرم نفسه، وقد ايه ناس كتيرة بتحرم نفسها من انها تدخل في الشركة دي، شركة الفداء، الموت والقيامة، لما بتحرم نفسها من التناول، او انها بتتناول على اساس ان ده مجرد تمثيلية، او مجرد يعني حاجة بتتعمل كده عشان الناس تفتكرها. تذكار ما هواش لانسان مات وانتهى، ولكن تذكار او ذكر وجود حقيقي، بل ذكر موت وقيامة حقيقية. لان المسيح استحضر في يوم الخميس ما سيتم في يوم الجمعة زمنيا. المسيح حققه فعليا يوم الخميس، وقدم جسد مكسور مبذول ودم مسفوك حسب شدة قدرته وحسب إمكانية تقديم ذاته ذبيحة قبل تأسيس العالم وفوق الزمن. حول المسيح كسر الخبز من واقع صلبه وتمزيق جسده الى خبز مقدم للانسان، ولكن هو جسد حقيقي، وتحول شرب الخمر الى دم حقيقي مسفوك، لان هي دي قدرته في الغاء الزمن، ولان ده مرتب منذ الابديه ومنذ الازل فوق الزمن من اجل الانسان. عشان كده المسيح جعل الخبز المكسوره تحمل طبيعه وقوه وفعل الجسد المذبوح. لما بتاكل الخبزة انت بتاكل الجسد المذبوح. مش العبرة باللي بيستطعمه الفم، لكن العبرة في السر، قدرة المسيح الفائقة على تغيير الطبيعة واستدعاء ما هو فوق الزمن. ان بعض الناس تيجي تقول طيب يعني لو جبت الميكروسكوب وقبل ما تناول حطيت القربانة تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ هيشوف ايه؟ خلايا نباتية عادية، مش هيشوف حاجة غريبة، لان الفعل مش على مستوى المادة المنظورة، الطعم والشكل. الفعل على مستوى اللي حققه المسيح بذبحه كاختبار الانسان بيجوزه. والمسيح ليه قوة واستطاعة انه يحقق فعل الموت في نفسه بالفعل قبل ما يموت فعلا ويسلم لأيدي الناس. وده اللي عمله، انه صنع هذا الفصح وقدم ذاته قبل ما يصلبوه على الصليب. عشان كده احنا في شركة المسيح بنبقى شركاء في موت المسيح وفي قيامة المسيح حقيقي. وعشان تشوف الطقس المبدع في القداس، عشان يحقق مش بس فعل الموت بكسر القربانة، ده كمان بيحقق فعل القيامة في الطقس. قلنا ان الجسد والدم عنصري الذبيحة، لكن في القداس الكاهن ياخد الجزء السيدي او الزبديكون اللي هو الجزء الاوسط من القربانة ويغمسها في الدم، يغمس القربانة في الدم الجزء الاوسط، وبعدين ياخد ويمسح الجسد كله بالدم. هو بيعمل ايه من خلال هذا الطقس؟ وعايز يقول حاجة مهمة جدا. في اسمة اسمها الاسمة السريانية، عنوانها تلوها في الخلاجي هكذا: بالحقيقة تألم المسيح بالصليب وانحنت نفسه. بيقول حاجتين فيها، يقول وانفصلت نفسه عن جسده، ولكن لاهوته ظل متحد بالنفس وبالايه؟ بالجسد.
فانفصلت نفسه عن جسده، معناها انه مات. وبعدين يكمل: وفي اليوم الثالث اتت نفسه واتحدت بجسده. ده يبقى فعل الايه؟ القيامة. يعني عندنا فعل موت وفعل قيامة. وده الكاهن اللي فعلا بيعمله في الطقس، ان الاتنين ده لوحده وده لوحده. الجسد رمز للجسد، او الخبز رمز، مش رمز، هو جسد حقيقي بس موجود لوحده، والدم موجودة في الكأس لايه؟ لوحديها. يبقى هنا التفريق ده اشارة الى الموت، نفسه انفصلت عن جسده. بعدين يجيب الجسد ويغمسه في الدم، وبعدين ياخد من الاسباديكون ده ويمس بيه كل الجسد. معناها ايه؟ ان النفس رجعت اتحدت بالجسد. هو ده فعل القيامة. فالطقس حتى بيحقق لنا هذه الفكرة. عشان كده اللي واقف منتبه وصاحي ايه اللي بيتم حواليه يعرف كل شيء. ياخد الجزء السيدي ويمسح بيه عشان يمزج الدم بالجسد، ليحقق ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. اتت نفسه واتحدت بيه. تفريق الجسد والدم اشارة للموت، وجمعهم اشارة للقيامة. عشان كده احنا في كنيستنا عكس بعض الكنائس الغربية، بعض الكنائس الغربية تلاقيهم بيناولوا الجسد بس، ما يناولوش الدم. الدم يشربه الكاهن. لا، هنا في خطأ في المعنى. لازم ناخد الجسد ممزوج بالدم، لان احنا ما بناخدش فعل الموت فقط، بناخد فعل الموت والايه؟ والقيامة. كل ما تاكلوا تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيء. عشان كده موضوع ان احنا نفتكر المسيح الى ان يجيء، فيقصد بالمجيء هنا هو المجيء الايه؟ تاني. فالتناول بيعمل لنا حاجة عجيبة جدا، بيربط مجيء المسيح الاول الزمني بمجيئه الاتي الثاني الابدية. لان في المجيء الاول المسيح قدم جسده ودمه مبذول ومسفوك، لكن لما احنا بناخدهم مش بس بنقف عند الحدث ده هو الفداء، لكن كمان بنستقبل المسيح في مجيئه الايه؟ الثاني الاتي. عشان كده مجيئه الاتي ليس هو الا استعلان. مجيئه اللي جاي هو مجرد استعلان للحضور السر اللي احنا كنا بنعيشه كل يوم هنا على الارض من خلال تناولنا من جسده ودمه. حضور السر ده الكائن فينا، صحيح سرا الان، لكن في المجيء الثاني سيستعلن. ما هوش حاجة غريبة عنا، لان احنا بنعيش المجيء الثاني ايضا في سر التناول. تناول حضور حقيقي قائم يجمع ما بين مجيء المسيح الاول وبين مجيئه الثاني. فلما بنأكله سرا في الافخارستية نكون في استحقاق لملاقاته عند مجيئه الثاني. عشان كده قال: من يأكلني يحيا بي، وانا اقيمه في اليوم الاخير. ليه المسيح اختار المادتين دول الخبز والخمر بالذات علشان يقدمهم جسده ودمه؟ حقيقة ان المادتين دول بيحققوا عدة نقط رائعة جدا. اول حاجة بتحققها الخبز الوحدة والخمر الكأس الوحدة فكرة الوحدانية. لان الخبزة دي كانت عبارة عن ايه؟ حبات قمح متنطورة في حقول كتيرة اتجمعت وبقت خبزة واحدة. الخمر دي كانت عبارة عن حبات عنب متنطورة في كروم كتيرة اتجمعت وبقت واحدة. فالمادة بتدينا فكر الوحدانية. احنا ايضا المتنطورين في كل زمن وفي كل مكان، لما بناخد جسد ودم المسيح بنصير واحد فيه،
عشان كده هي شركة بيننا وبين المسيح وشركة بيننا وبعضينا وبعض. عشان كده سمي هذا بسر الشركة. مش بس بتحقق الوحدة لكن كمان المادتين دول بيحققوا معنى الألم. لأن الحبات بتاعت الحنطة دي اتجمعت اتدقت واتهرست واتطحنت ودخلت في الفرن في الأتون اتألمت عشان تبقى واحدة. حبات العنب دي المتنطورة اتداست واتسحقت عشان تبقى عصير واحد. فبتحقق عنصر الألم لأن وحدتنا أيضا حتى من خلال هذا الألم. الخبز رمز للشبع والخمر رمز للفرح. فالمدتين دول هما اللي بيدونا شبع مفرح. خبز ده قوام الحياة. والله بيدينا حياة مفرحة من خلال اتحادنا بجسده وبدمه. عشان كده اذا كان ده سر الحب حتى ان يوحنا لما جه يتكلم عن الليلة دي يقول اذ كان قد احب خاصته احبهم حتى المنتهى. يعني الليلة دي غاية الحب ومنتهى الحب. فالحب باستمرار ينحو بينا ويتجه بينا نحو الوحدانية. اللي بيحب واحد عايز يتحد بيه. وده اللي بيحركنا. المسيح حبنا واحنا حبيناه. عشان كده بيحركنا ان احنا نتحد بيه. احنا بنحب بعض. عشان كده التناول ده هو اللي بيدينا الوحدانية الواحدة بيننا وبين بعض. سر التناول ده المسيح مش عايز البشر ان هم يكونوا مجرد مستمعين او متحدثين عن الخلاص لكن عايزهم يكونوا مشتركين في الخلاص عايشين الخلاص. احنا مش مستمعين ناس بتسمع ولا ناس متفرجة او ناس متحدثة بتتكلم عن الخلاص ولكن احنا ناس بنعيش الخلاص واتحدنا بموت وقيامة المسيح. المسيح عايز يكون حاضر فينا. عشان كده هو ده عظم بل أهمية سر الأفخارستية. الكنيسة قايمة على هذا السر. كل كيانها مرتبط بهذا السر. في كل احتفالاتها في كل مناسباتها ما بتقدرش تعمل حاجة غير انها تقيم الأفخارستية. لأن الأفخارستية هي اللي بتحقق حضور المسيح الفعال فينا وسطينا. فعدد 21 لكن المسيح بعد ما أسس السر يقول لهم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. وابن الإنسان ماض كما هو محتوم. محتوم يعني متحتم أو مرتب. ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من هو من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا. هو ذا يد الذي يسلمني على معي على المائدة. حيسلم اللي سلم نفسه علشانه. حيسلم اللي أسلم نفسه لأجله. محبش يحتفظ بيه. عشان كده كان يهوذا اول ايد قاتلة للمسيح. واول ايد طعنت المسيح. لانه كان من التلاميذ وكان سر المسيح معاه. لكن ما احتفظ بالمسيح. صحيح ابن الانسان ماضي كما هو محتوم ومكتوب. لكن هذا لا يعفي يهوذا من مسؤوليته المطلقة عن اللي هو عمله. عشان كده أي ويل لذلك الإنسان الذي يسلمني اللي بيستغنى عني اللي بيبيعني اللي بيبيع خلاصه اللي بيبيع غفران خطاياه اللي بيبيع قيامته اللي بيبيع حياته الأبدية اللي بيبيع شركة عدم الفساد اللي بيبيع ثباته في المسيح. ويل لذلك الإنسان. صحيح المسيح من محبته أسلم نفسه لأجله. لكن اللي ما يقبلش ما فعله المسيح ويستغنى عن اللي عمله المسيح ويبيع اللي عمله المسيح ويل لذلك الإنسان.
اللي استغنى عن كل الخلاص اللي قدمه له المسيح. ويستغنى مش بس بمعناها انه يبيع المسيح، لكن يهمل، يتردد، ما يخشش باشتياق، ما يخشش بقلب تايب. ويل لهذا الانسان. بالرغم ان كل شيء كان محتوم، لكن يهوذا كان حرا في كل ما يفعل. مش زي ما الشيطان بيحاول يشككنا ويقول ان احنا عبارة عن قطع شطرنج ربنا بيحركها زي ما هو عايز. لا، يهوذا كان حرا في كل ما اراد. كان حر في انه يأتي بهذا الشر العظيم، لان التجربة ما جاتهوش فجأة. التجربة نامت 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 معاه، وهو كان مستعد وبيطلبها وبيسعى اليها. لكن زي ما هو كان حر في اختياره، يسوع ايضا كان حر في ان يستخدم حرية يهوذا الخائنة كقناة يصل بها الى الصليب. صحيح الشيطان دخله، لكن مش غصبا عنه. الشيطان لا يأخذ من ضحاياه الا ما شاءت هذه الضحية ان تعطيه. يهوذا ما كانش مرغم، والتجربة ما فاجتهوش ولا جات له دفعة واحدة، لكن هو خطط وبإرادته سلم كل شيء. لما المسيح قال كده، ابتدأ التلاميذ يتساءلون مين هو المزمع انه يعمل كده. ويورينا حاجة عجيبة جدا، الى اي حد كان يهوذا غير ظاهر بالنسبة لهم على الاطلاق. محدش منهم شك في يهوذا، ومحدش منهم راح ذهنه ليهوذا مطلقا. يورينا قدين يهوذا كان في سلوكه وفي ظهوره وفي مظهره لا يختلف شيء، لكن كان مخبيه كان حاجات كتيرة جدا. كل واحد من التلاميذ قاعد يسأل مين هو يا ترى، يا ترى انا. والسؤال ما زال موجودا، من هو المزمع ان يفعل هذا؟ السؤال ده لسه موجود لحد دلوقتي. يهوذا قال انا، لكن على مر الزمن كل شوية في واحد عمال يقول انا، انا هو المزمع ان انا اسلم المسيح وابيعه، ابيع خلاصي من اجل اي شيء، من اجل ارتباط، من اجل عاطفة، من اجل فلوس، من اجل مركز، من اجل اي حاجة. سؤال داير لحد نهاية العالم، من هو المزمع ان يفعل هذا؟ مين اللي عليه الدور؟ عشان كده الاجابة على هذا السؤال لازم كل واحد يسأل نفسه، يا ترى انا تلميذ حقيقي للمسيح، ولا انا من الادعياء الكاذبين اللي ليهم المظهر لكن ما لهمش الحقيقة؟ يهوذا لانه اختار اليأس والموت، ما كانش ليه نجاة، ما كانش ليه توبة ولا غفران للحياة. عشان كده قمة الحب المسيح بيقدم نفسه بتقابل بقمة الخسة والخيانة، ان الانسان بيبيعه والانسان بيرفضه. سؤال مهم جدا ان الانسان يسأل نفسه فيه. في سؤال بيقول، هل هناك تناول موجود في الابدية؟ لا. ليه؟ المسيح موجود. التناول غير محدود بزمان، وان كان موجود كيف تكون صورته؟ صورة ايه؟ صورة التناول فوق قلنا ما فيش، لان المسيح موجود فينا واحنا فيه. ومش فينا واحنا فيه بس، بل احنا وهو واحد. كيف كان الفصح يوم الخميس 14 نيسان؟ اليس المفروض ان يكون 15 نيسان؟ لا، الفصح يوم 14 نيسان. الخميس ده حسب اخر دراسات كان يوم 13 نيسان مش 14. الجمعة هو اللي كان 14 نيسان، لانه قلنا المسيح عمل العشاء بتاعه قبل ميعاد الفصح بيوم، وصلب في يوم الفصح وفي نفس الساعة اللي ذبح فيها. في بعض الاراء التانية بتقول لا، المسيح صنع الفصح في الميعاد اليهودي بالظبط، لكن اليهود كحسب عاداتهم لما بيكونوا مش مستعدين ممكن يأجلوه يوم، فهم كانوا مأجلينه ليوم الجمعة، لكن المسيح تممه في ميعاده بالظبط. ايا كانت الاراء، التاريخ مش المهم،
المهم اللي قدمه المسيح في هذه الليلة. ألم يصلب المسيح وقت ذبح الفصح؟ ازاي اكلوا معاهم؟ قلنا انه استحضر فعل الجمعة يوم الايه؟ الخميس، لان المسيح فوق الزمن. لماذا لا يكون التناول في المساء بعد تناول العشاء قبل الفصح وسر الافخارستية؟ يعني ليه ما بنعملش زي ما المسيح عمل؟ لا، هو طبعا الكنيسة بقى في ترتيبها لعظمة هذا السر قالت الافضل ان احنا نبقى صايمين قبل تناولنا، لان احنا بنستقبل المسيح، فما يصحش ان يكون في حاجة تانية موجودة. لابد ان المكان يكون معد نظيف، المكان طاهر، المكان يقدر قيمة هذا السر، فعشان كده بنصوم. لو جينا بقى على المعنى الاصلي، امتى القداس يتعمل اصلا؟ لو قلنا القداس بيحقق موت وايه، فمفروض يتعمل في الفجر، لكن هي مراعاة لظروف الناس وامكانيات الناس، وان احنا ما نقدرش نعمل كده. وزي ما القداس كان بيتعمل قبل كده بس يوم الحد، لكن دلوقتي بقى يتعمل كل يوم. كل الحاجات دي حسب احتياجنا احنا، لان المسيح بيقدم لينا احنا، فدي نتيجة احتياجاتنا المختلفة. الكنيسة رتبت هكذا ان احنا نعيش كل يوم بسر التناول. عظمة سر التناول تديني استعداد حقيقي ليه، وتديني مخافة حقيقية، لكن مش زي ما بعض الناس، واحد يقول لك انا اصل حد قال لي ما تناولش كل يوم عشان ما افقدش مهابة السر. ده كلام الشيطان بيضحك بيه علينا. طب ما تتناول كل يوم وانت محافظ على مهابة السر، ليه بناخد الحاجة الخيبانة ونمسك فيها؟ طب ما تاخد الصح وتعيشه. اللي بيقول التناول نور ونار، طب ما هو نور ينور لي ونار تحرق الغلط، ليه بتخاف تقرب منه؟ ده هو سر حياتك، هو وجودك، من غيره مالكش وجود فوق. فبدل ما نتحجج بحجج تبدو انها مقدسة، تعالوا نتوب كل يوم ونتبرر ونعترف ونتقدم ان احنا نتناول من جسده ودمه كل يوم باستحقاق وباستعداد وبرهبة وبخشوع، لان هو ده تلاقي الابدية معانا. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ لا، اراء الكنائس مختلفة، مش كلهم بيؤمنوا ان ده جسد ودم. ايوه، طب ما انت بتاخده كده برضه. امال انا كنت بقول ايه والنبي حصلت في ايه؟ انا مش قلت ابونا بياخد الجسد بيغمسه في الدم، بياخد الجسد بيغمسه في الدم ويمزج الدم بالجسد؟ ما هو التناول، انت لما بتتناول جسد ممزوج بالدم. لا، طب ما هو التناول انت بتتناول خبز مغموس في القمح، بتتناول بقى جسد مغموس في الدم؟ هو الطقس اللي بيعمله ابونا ده بيعمله عشان نفسه ولا بيعمله عشان الكنيسة؟ اتفضل. انت قصدك الخميرة. الخميرة رمز الخطية، بتموت في النار، عشان كده انا ماليش دعوة بيهم، انا ليا بالكتاب المقدس يقول اخذ خبزا. الكتاب رد على دي، المسيح قال اخذ خبزا، خبزا مختمر، ما قالش فطيرا. لا، الظلمة الاولانية انكسار الشمس اللي هي الساعة 3 الظهر، الغروب الساعة 5، هي دي الفترة من 3 ل 5، والمسيح فعلا مات الساعة 3. لا، ده كان يوم الجمعة، المسيح على الصليب يوم الجمعة الساعة 3 يوم الجمعة، لكن اللي عمله المسيح يوم الخميس بالليل بعد العشاء. لا، قبل ما يطلعوا الجبل كلوا خروف الفصح، بعد ما كلوا يقول لك ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون في وقت العشاء ربهم بالنية يوم الخميس، يوم الخميس بالليل يوم الجمعة. 22 عدد 24. وكانت بينهم ايضا مشاجرة، من منهم
يظن أنه يكون أكبر. فقال لهم ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم، لأن من هو أكبر الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكرني ثلاث مرات أنك تعرفني. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا أحذية، هل أعوذكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه، ومذود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، لأن يقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب، وأحصي مع أثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيذ عني هذه الكأسة، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا محبة المسيح اللانهائية في أنه بيقدم جسده مبذول ودمه مسفوك من أجل العهد الجديد اللي بيأسسه للإنسان. لكن الحاجة العجيبة أنه في مقابل انشغال المسيح ببذل ذاته، وأن هو بيقدم نفسه حتى الموت بإرادته، كان في نوع آخر من الحديث بيدور ما بين التلاميذ، لدرجة أن معلمنا لوقا بيقول أن كانت بينهم مشاجرة، خناقة وصراع. مين هو المفروض، أو مين هو اللي بيظن في نفسه أنه هو الأكبر والأعظم؟ ويبدو أن المشاجرة دي ابتدت لحظة جلوس المسيح مع التلاميذ على المائدة، لأن المائدة سواء كانت مستديرة أو مستطيلة، كان كبير المتقدمين أو كبير الموجودين بيقعد في النص، وبعدين الأكبر سنا بيقعد على يمينه، ثم يتوالى الترتيب لحد ما يجي الأصغر سنا على يساره. فكان الخناقة الأولى مين اللي يقعد جنب السيد المسيح على يمينه،
مين هو الأعظم ومين هو الأكبر. ويبدو أن الخناقة كانت ما بين اثنين، الأولاني يهوذا الإسخريوطي لأنه كان أكبر التلاميذ سنا، والشخص الثاني كان بطرس الرسول، لأنه بطرس الرسول افترض في نفسه أن هو الأول باستمرار، لأنه هو المتكلم ولأنه هو المندفع، وكان أيضا بيظن ذلك في المسيح أن المسيح بيقدمه في كل شيء لما كان في مع ابنة ييروس وفي التجلي، فظن ان المسيح ما يقدرش يستغنى عنه، ان هو دراع المسيح اليمين وان المسيح معتمد عليه، فتشاجر على انه هو يكون على يمين المسيح. وفي هذه اللحظات ابتدى السيد المسيح يقوم عن العشاء ويخلع ثيابه ويأتذر بالمئذرة، وابتدى يغسل ارجل التلاميذ، ودار ما بينهم هذا الحديث لان المسيح عايز يقول لهم ان الوقت ده مش وقت صراع، وخصوصا ان الصراع اشتد مع اقتراب اعلان المسيح ان ملكوته يقترب جدا ويتم، ونظرتهم ان الملكوت ده هيكون ملكوت ارضي، فطبعا منصب اليمين او اللي هيقعد على اليمين هو اللي هيبقى له النصيب الاكبر او النصيب الاعظم، فالصراعات بينهم اشتدت على هذا المكان. فالمسيح قال لهم الوقت مش وقت صراع، الوقت ده وقت حب وبذل ونهاية لاقترابي من الموت، مش وقت خناقات. غريبة ان الانسان يجي عند النهاية ويظل حتى في وقت النهاية مشغول بالصراعات وبالخناقات بينه وبين الناس، حقي ومين هو المتقدم ومين هو اللي يبقى اعظم. واخشى ان هيكون ايضا هذا تفكير الناس لحد يوم الدينونة، لحد يوم القيامة. الدينونة هتيجي والناس ما زالت مشغولة مين هو الاعظم ومين هو الاكبر ومين هو الاحسن ومين هو الاول، حتى في الكنائس، حتى في الخدمة، مش بس في المجتمعات العالمية او الدنيوية، لكن حتى جوه الكنيسة. فالمسيح بينبههم ان ده مش وقت خناق وصراع بقدر ما هو وقت استعداد للنهاية القادمة، ووقت استعداد لقبول الحب المتدفق من شخص المسيح. لان ياما الصراعات والخناقات بتضيع علينا حاجات كتيرة المسيح بيبقى عايز يديها لنا، لكن احنا مشغولين بمشاغل تانية خالص. فقال لهم ملوك الامم يسودونهم. اللي بيطلب السيادة ده انسان من العالم يحيى حياة الامم، فملوك الامم يحبوا ان هم يسودوا، يترأسوا، يتسلطوا، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين. ساعات الناس علشان تتسلط على الاخرين تقوم تحب تضحك على الناس وتتسلط عليهم بانها تديهم فلوس. مشكلة الفلوس دي الناس بتقدر تظن انها ممكن تشتري غيرها بالفلوس اللي معاها، حتى وان كان شكلهم بيقدموا احسان فهم مش بيقدموا احسان لمحبتهم في الاحسان او لشفقتهم على الفقراء او على المحتاجين، لكن هم بيدفعوا عشان يتملكوا. قد لا اكون بدفع فلوس، قد ممكن اكون بدفع اي شيء معنوي عشان اتملك، عشان اجذب الناس ورائي، علشان اتسلط، عشان اسود. فالمسيح نفى هذا الفكر داخل ملكوته، ان السيادة والتسلط مش بالطريقة دي ابدا. اما انتم فليس هكذا، انتم مش بنفس فكر العالم، بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر والمتقدم كالخادم. ان السيادة والعظمة في مفهوم ملكوت السماوات مش بالاكبر مركز ولا بالاكبر امكانيات ولا بالاكبر سنا،
لكن السيادة هي في الأكثر تواضع، في الأكثر حب، في الأكثر بذل. اللي متواضع أكثر واللي بيحب أكثر واللي بيبذل أكثر هو ده اللي المكانة الأولى في ملكوت الله، مش اللي بيترأس أو عنده حب الرئاسة أو إظهار نفسه. لأن من هو أكثر، من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ معروف بمفهوم العالم إن اللي بيتكئ اللي بيقعد ويستريح هو ده الأكبر والأعظم، لكن اللي بيخدم ده هو الأقل. لكن المسيح قلب الآية في ملكوته، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وفي هذا الوقت كان غاسل أرجلهم، ومش بس غاسل أرجلهم، لكن خدمة المسيح كانت أيضا إيه؟ ها؟ المسيح خدم بينهم إزاي دلوقتي؟ لا، غير إنه نشف رجليهم، إن قدم جسده ودمه ليهم. دي أعظم خدمة. هو واحد لما يجي يخدمني يعني هيخدمني يعمل لي إيه يعني؟ هيريحني شوية؟ أقصى ما يمكن يديني في خدمته يديني شوية تعب أو مجهود أو وقت أو فلوس أو كلمتين حلوين. المسيح ما عملش كده. ده المسيح أعطى أعظم من الكلام ومن الوقت ومن الجهد. ده أعطى الإيه؟ حياة ذاته. أعطى جسده ودمه. دي الخدمة بتاعت المسيح. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. وفضل باصص للتلاميذ كده وكأنه شايل ليهم محبتهم، انهم سبتوا معاه مدة الثلاث سنين والثلث، انهم احتملوا معاه السفريات، احتملوا معاه الفقر والعوز، احتملوا معاه التعب والجهد والمشقة ومواجهة الكتبة والفريسيين والمضايقات والطرد من المجامع. كل دي تجارب، لان حياة المسيح كانت عبارة عن سلسلة من التجارب. لكن التلاميذ فضلوا مسكين في المسيح لحد التجربة النهائية. فقال لهم انتم اللي ثبتتم معي في تجاربي. لكن بعد شوية هيوري لهم ان الثبوت اللي ثبتوه ده ما كانش بشطارتهم. ده بعد شوية بيقول للبطرس طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. الثبات في المسيح ده كان عطية إلهية ونعمة مجانية ربنا اداها لهم. بدونها كان إيمانهم فنى وضاعوا وطلوا وداهوا من زمان بعيد. الثبات في المسيح ده نعمة عطية مجانية ربنا بيديها لنا. لكن علينا إن احنا نقبلها ونعيشها ونشكر عليها. علينا إن احنا نقبلها لينا، نعمة الثبات دي ناخدها لينا، نصدقها، نعيش بيها ونشكر عليها ربنا. لان لو الانسان ما قبلهاش وما عاشهاش وما شكرش عليها هتروح منه زي ما راحت من يهوذا دلوقتي. انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا. طمنوا، انتوا بتتخانقوا كل واحد عايز يعرف نصيبه ايه في الملكوت بتاعي؟ طمنوا، انا هديكم الملكوت. انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا. انا هخللكم ملكوت، والملكوت ده هو ملكوتي لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. كل واحد بيدور على كرسي يقعد عليه. مش ولاد ابن زبدي جم قالوا له خلي واحد يقعد عن يمينك والتاني عن يسارك؟ فاطمنوا كلكم، أنا عملت لكم ملكوت. أبي أنا حده لكم. حتى إن في سفر الرؤيا ربنا يكلم ملاك كنيسة اللوادوكيين اللي هو كان اوحش واحد في السبع كنايس، اوحش واحد اللي قال له انا مزمع ان اتقيأك من فمي،
اوحش واحد ده خد اعظم وعد في السبعة. قال له كده: من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي. اوحش واحد خد اعظم وعد، فقعده معايا في كرسية في عرشي، هبقى انا وهو واحد، هيقعد معايا في كرسية، مش هحط له كرسي جنبية، لا ده انا هقعده فين؟ في كرسية معايا. انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا. وخدوا بالكم التعبير الحلو، المسيح ما قالش للتلاميذ انا هخلي لكل واحد فيكم ملكوت يملك عليه، لا ده هو ملكوت ايه؟ واحد، وكلكم تملكوا فيه، تأكلوا وتشربوا على مائدتي. واحد هيسأل دلوقتي يقول طب هو ملكوت الله أكل وشرب؟ لا، يقول ليس ملكوت الله أكلا وإيه وشربا، لكن يقصد به حاجة معينة. كان زمان أعظم شرف يناله الإنسان هو إنه يجلس على مائدة الملك. داود لما حب يكرم ابن شاول عمل فيه إيه؟ قعدوا على مائدة الملك ياكل قدامه، بالرغم ان مفيبوشت كان اعرب وما كانش يصح انه يوجد في حضرة الملك انسان مشوه او انسان فيه عيب لانه كان اعرج الرجلين، لكن اداله هذه الكرامة العظيمة بالرغم من تشوهه، لكن قعدوا معاه على مائدته. فمعنى ان المسيح بيقول تجلسون معي على مائدتي تأكلوا وتشربوا، يعني هديكم هذه الكرامة العظيمة، ودي الكرامة العظيمة اللي ربنا بيديها لنا حتى بالرغم من خطيتنا، لما بيرفعنا الى مرتبة البنين. ما بيبشت وهو رايح علشان يقعد على المائدة بتاعة الملك، ما كانش رايح، مش كانش عارف انه يقعد على الملكة، على مائدة الملك، ده هو كان مستخبي من الملك لانه خاف لداود ينتقم من شاول بانه يقتله، ففوجئ بانه مش بيموته، ده بيقعده على مائدته يأكله ويشربه. ما هو ده بيمثل وضعنا احنا كلنا كبشر، كان علينا حكم الموت نتيجة التشوه اللي الخطية عملته فينا، لكن في محبة الله قعدنا معاه على مائدته في ملكوته. شرف الجلوس على مائدة ملك الملوك حيث الشبع الكامل والارتواء الدائم، بحيث لا يكون هناك احتياج فيما بعد. يقول في سفر أشعياء إصحاح 65: لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر. أما بيتكلم عن ملكوت الله محدش فيه يبقى جعان، محدش يبقى فيه عطشان. وإن كان بيستخدم بعض التشبيهات من الحياة الحاضرة علشان يقرب لنا المعنى اللي عايز يقوله، فاستخدم تشبيه مائدة الملك والأكل والشرب عليها: تجلسون على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. تجلسون على كراسي حياة الاستقرار، طول ما احنا عايشين على الارض احنا تحت التقلب، تحت الانفعال، تحت التغيير، شوية فوق وشوية تحت، شوية فرحانين وشوية زعلانين، شوية مرتاحين وشوية تعبانين، لكن في ملكوت الله في استقرار، مفيش تقلب. حتى انه يقول في سفر الرؤيا: رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد بعد. بحر ده رمز للتقلب، رمز للموت، مفيش بحر فوق. عشان كده تجلسون على كراسي تدينون، مش تدينون بالانتقام وبالتسلط وتحكموا عليهم، لكن الدينونة هنا هتكون بحياتكم، بإيمانكم، بسيرتكم، بتبعيتكم ليا، وبشهادتكم اللي هتشهدوها علشاني،
بسيرتكم ومحبتكم وإيمانكم وشهادتكم هتوبخوا وتدينوا اللي رفضوا يؤمنوا بيا ورفضوا يخضعوا ليا ورفضوا يصدقوني ورفضوا ان هم يتمسكوا بيا. هي دي الدينونة اللي بيها عندين. وبعدين راح بصص كده لواحد منهم اللي هو يبدو كان سبب الخناقة وقال له: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. ولألا يشعروا بالكبرياء بعد ما المسيح قال لهم انتم ثبتتم معايا، فينتفخوا كده ويفتخروا ويقولوا اه فعلا احنا جدعان لان احنا ثبتنا مع المسيح، وبعد ما قال لهم انكم هتجلسوا وتدينوا، لألا يتكبروا ابتدى بقى يعمل ايه؟ يكشف عن الضعف اللي فيهم. صحيح وجه الكلام لسمعان، لكن الكلام كان مقصود بمين؟ كل التلاميذ. عشان كده يقول الشيطان طلبكم. طلبكم يعني ايه؟ كلكم. كان عايز يضيعكم، يطيركم. وكأن المسيح عايز يقول لهم انتوا عمالين تتخانقوا على ايه؟ ده انتوا كلكم ولا حاجة. بتتخانقوا مين الاكبر ومين الاعظم؟ ده لو هنيجي على الحساب هيطلع مفيش ولا واحد منكم اكبر او اعظم، ده كلكم في شنك. اللي هيخون فيكم واللي هينكر واللي هيضعف واللي هيهرب واللي هيترك، مفيش حد فيكم يستحق ابدا شيء. وتلاحظوا ان المسيح هنا بيكلم بطرس باسم مين؟ سمعان، اللي هو اسمه القديم، ما بيقولهوش بطرس، اسم الانسان العتيق او الضعيف. بيقول هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، يحطكم في الغربال ويهزكم هزة عنيفة علشان تبانوا كلكم انكم مجرد قشور قشر. وهو كانوا بيحطوا حبات الحنطة والقمح في الغربال ويقعدوا يهزوا فيها كده وبعدين ينطروا لفوق وينفخوا فيها، فيقوم القشر يعمل ايه؟ يطير بره وتتبقى حبة الحنطة المطلوبة. فالشيطان واقف يشتكي ان التلاميذ دول اللي انت فرحان فيهم او فرحان بيهم دول كلهم عبارة عن شوية قشر اللي بتقول عليهم ثبتوا معاك في التجارب واللي عايز تجلسهم في ملكوتك وتديهم ان هم يدينوا، دول كلهم عبارة عن شوية زوان، شوية قشر، ما هماش حنطة. وحوريك ان كلهم ولا حاجة. الشيطان طلب يغربل كل التلاميذ. بس على فكرة الآية دي بالرغم انها تخوف ان الشيطان بيطلب ان هو يغربل كل واحد ويبين ضعف كل واحد ووحشة كل واحد، لان الشيطان كده انتوا عارفين اسمه الايه؟ المشتكي. المشتكي يعني الاكيوزر، اللي عمال يحط علينا اتهامات، قاعد يقول ان دول تبعي، دول ما بيحبكش، دول مش عايشلك، دول كلهم خطية، عمال يشتكي علينا، عمال يحط دعاوي قضائية علينا. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا ان في النهاية يقول لانه طرح المشتكي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. في السماء مش هيبقى علينا شكوى، مش هيبقى علينا شكاية. صحيح الشيطان عايز يشتكي لكن ما يجرؤش انه يعمل اي شيء، ما يجرؤش انه يهز الغربال الا باستئذان ربنا. وده اللي شفناه في سفر ايوب، انه قبل ما يقرب من ناحية ايوب كان لابد انه ياخد الاذن من ربنا. لكن في المقابل المسيح بيطمن، صحيح الشيطان عمال يشتكي لكن بالضبط كده زي ما قال بولس الرسول في رومية 8: من سيشتكي على مختاري الله؟
مين اللي يقدر يشتكي على الناس اللي اختارهم ربنا؟ اذا كان الله هو اللي بيبرر، هو اللي بيدافع، والله هو اللي بيحكم، المحامي هو القاضي بتاعي، تبقى البراءة ايه؟ مضمونة. اللي بيحامي عني هو اللي هيحكم عليا، يبقى البراءة مضمونة، من سيشتكي؟ عشان كده يكمل الآية ويقول ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وهنا طلب الشيطان بيقابل أو بيقابل بطلب المسيح من أجل إيماننا، إن إيماننا ما يفناش، ما ينعدمش. المسيح ليه شفاعة، يطلب من أجل إيماني ومن أجل إيمانك وإيمانك، يطلب من أجل إيمان كل واحد فينا عشان إيماننا وثقتنا ما تضيعش. هو واقف يسندنا بشفاعته، إذ هو حي كل حين يشفع فينا. حلاوة المسيح إنه بيحذر وفي نفس الوقت بيسند، مش بس بيحذر من اللي هيحصل وينبه، لكن في نفس الوقت بيمد بقوة وسندة للخلاص. لأنه لولا تحذير المسيح وسندة المسيح ليه لكان ضاع بطرس وانتهى. طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. طب يا ترى المسيح طلب من أجل إيمان يهوذا؟ المسيح طلب من أجل إيمان يهوذا؟ اشمعنى طلب من أجل إيمان بطرس وما طلبش من أجل إيمان يهوذا؟ أو هل فعلا طلب؟ طب إذا كان طلب شفاعته ما قبلتش؟ هنا لازم نبين بين حاجة مهمة، بين موقف يهوذا وموقف بطرس. بالضبط زي ما المسيح على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم كلهم، لكن هل كلهم اتمتعوا بالغفران؟ لا، مش الكل اتغفر له. المسيح طلب من اجل الكل، لكن مش الكل اتحفظ ايمانه، لان في فرق كبير جدا بين يهوذا وبين بطرس. يهوذا كانت مشكلته الخيانة، كان خائن. بطرس مشكلته الضعف، لانه كان ضعيف حتى وان كان مش حاسس انه ضعيف. في فرق كبير جدا بين واحد بيسقط عن خيانة وبين واحد بيسقط عن ضعف، حتى لو كان بيعمل خطية متعمدة لكن عن ضعف. في فرق كبير جدا بين الضعف والخيانة. الخيانة معناها رفض، خان المسيح لانه رفض المسيح، خان المسيح لانه ما قبلش محبة المسيح برغم ان المسيح كان بيحبه، والمسيح تعامل معاه مرات كثيرة هو ما كانش عايز. الشيطان ما يقدرش ياخد مني الا اللي انا عايز ادهوله. الشيطان ما خدش من يهوذا غصب عن يهوذا او نتيجة ضعف يهوذا، لان لو كان يهوذا ضعيف كان المسيح قواه. الشيطان خد من يهوذا لان يهوذا كان عايز يديله. بطرس صحيح انكر المسيح، ده مش انكر بس وسب ولعن وحلف، سب المسيح عشان يبين انه ما يعرفش عنه حاجة ومش عايز يعرفه، ولعن وحلف انه ما يعرفوش. لكن بطرس بالرغم من انكاره وكل اللي عمله كان مخلص للمسيح، كان بيحب المسيح برغم انه عمل الخطية، لكن كان في قلبه محبة للمسيح لانه كان شاعر بمحبة المسيح ليه. وعشان كده المسيح لما جه رجعه سأله عن حب، اتحبني؟ لانه بالرغم من فشله الشديد جدا كتلميذ وكتابع للمسيح وكمسيحي، لكن كان مخلص جدا ومحب للمسيح جدا، بل مكرس حياته للمسيح. وإن أخطأ وبالرغم من خطيته فكان مملوء صلاح من المسيح، كان فيه صلاح لأنه كان بيتعامل مع المسيح وقبل حب المسيح وبادل الحب بالحب. عشان كده على رأي أحد
المفسرين يقول تعبير لطيف: قد لا اكون موسيقيا، يعني انا ممكن ما كنش بعرف اضرب موسيقى، ما عنديش مهارة في اني اعزف موسيقى، ولكني احب الموسيقى. او ده نفس الوضع، قد اكون فشل ووقعت، لكن مش معنى كده ان انا بكره المسيح. وهو ده اللي المسيح بيدور عليه، اتحبني؟ المسيح كان بيحب التلاميذ كلهم محبة لا نهائية، محبة واحدة، ما كانش بيحب واحد اكتر من التاني. تقول لي اشمعنى طب يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه؟ يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه مش لان يسوع كان بيحب يوحنا اكتر من الباقي، لا، ده كل واحد قرب من المسيح من الينبوع اللانهائي وغرف من محبة المسيح زي ما هو عايز. ربنا في حبه بلا حدود، لكن كل واحد منا بيقترب بدرجة متفاوتة ناحية هذا الحب، وعلى حسب اقترابك، على حسب ما ايه، ما بتاخد بتتملي. لكن المسيح ما بيوزعش حبه بمقادير، اللي عايز يجي ياخد زي ما هو عايز، اللي يحبني يجي يقرب مني زي ما هو عايز. انا مش هقولك ايه الحدود اللي تقرب بيها مني، مش هحطلك حدود، لكن زي ما انت عايز وزي ما عندك رغبة تعال وقرب مني واقترب مني واملى مني زي ما انت عايز، مش هقولك كفاية. عشان كده في واحد ما قربش خالص، واحد ما ادركش الحب مش عايز، واحد ملى كستبان صغير، واحد ملى فنجان، واحد ملى كباية، واحد ملى دورة، واحد ملى برميل، واحد ملى زير، واحد قاعد يوسع في نفسه في نفسه في نفسه عشان يستقبل هذا الحب اللانهائي. اذا كنت بتحب انسان فانت بتحب تقعد معاه وتكلمه وتقرب منه، وتحب تقعد معاه وقت اكتر، وكل ما تحبه اكتر كل ما انت عايز تقعد معاه وقت اكتر، وكل ما انت عايز تقرب منه بدرجة اكبر، كل ما انت عايز تحتضنه، كل ما انت عايز تتحد بيه. يهوذا كان خالي من الحب، لا قدر يشعر بان المسيح بيحبه برغم ان المسيح كان بيحبه فعلا، ولا هو حب المسيح. عشان كده بالرغم من الطلب من اجله، لكن هو اللي كان قافل، هو اللي ما كانش عايز. لكن بطرس قال له: انت تعلم يا رب اني احبك. عشان كده فرق كبير بين الخيانة وبين الضعف. فبص له المسيح وقال له: وانت متى رجعت ثبت اخوتك. عشان كده قال له في رجاء انك هترجع، بس لما ترجع عليك مسؤولية. ايه المسؤولية اللي عليك؟ انك تثبت اخواتك التانيين، لان انتوا عارفين بطرس هو شاف المسيح، يقول وظهر لايه؟ لبطرس. فكان دوره ان هو يرجع يعلن هذه الحقيقة للاخرين ويثبتهم. لكن متى رجعت بمعنى متى تبت؟ الرجوع هو التوبة. لما ترجع بقى وتتوب وتعيش التوبة، مش هتكتفي بانك رجعت، لكن لازم ترجع الايه؟ التانيين اللي حواليك، تخدم النفوس اللي حواليك. عشان كده في مزمور التوبة لما بيقول له: رد لي بهجة خلاصك، يقول له: قلب نقي اخلق في الله وروح مستقيم جدده في عشائي. هعمل ايه يا رب بعد ما تديني الحاجات دي كلها؟ اعلم الاثم ايه؟ طرقك. لما هرجع هثبت اخواتي. مش بس ترجع، ولكن كمان ترجع التانيين وتثبتهم. المسيح مش بيحذرنا فقط، لكن بيسندنا بقوته وبيشجعنا، مش بس كمان علشان نرجع، لا، وكمان نرجع اخرين معانا. لكن بطرس رد عجيب جدا في عدد 33، فقال يا رب اني مستعد ان امضي معك
حتى الى السجن والى الموت. انا مستعد، لان هو كان فعلا بيحب المسيح وكان بيقول الكلام ده حقيقة، لكن بيقوله بس مجرد انفعال، لكن هو ما يقدرش عليه. قال له انا مستعد حتى لو حبسوك هروح معاك، وحتى لو موتوك هروح معاك. ويمكن في انجيل معلمنا متى قال له كلمة اكبر من كده شوية، قال له لو اضطررت ان اموت عنك، مش بس هموت معاك، لا ده موت ايه بدالك، هعمل كده. في حكمة يقولوها الحكماء، الشيء اللي انت بتستبعد انك تعمله، اللي تقول مش ممكن هعمل كده، هو نفس الشيء اللي لابد انك تاخد حذرك جدا منه لانك هتعمله. ما هو بطرس قال اللي انت بتقوله يا رب ده ان ايماني يفنى، ده شيء ايه؟ مستحيل، مستبعد، مش ممكن اعمل انا كده. هو في استعجاله وفي انفعاله واندفاعه ما اصغاش لكلام المسيح، لانه لو كان فعلا اصغى لكلام المسيح، والمسيح بيقول الشيطان طلبكم لكي ما يغربلكم وانا طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك، كان الوضع الصح اللي يقوله بطرس يقول له انا متاسف يا رب، انت عارف ضعفي ايه ايماني، لكن اسندني قويني ما تسيبنيش لوحدي. لو كان عمل كده وسمع الكلام ما كانش انكر، لكن هو في اندفاعه واستعجاله قال مش ممكن. فبدل ما يتأسف او يطلب قوة لسندته، تمادى في مراجعة المسيح، وكأنه بيصحح للمسيح، وكأنه بيخطئ المسيح، كلام اللي انت بتقوله ده مش هيحصل، بيخطئ من نظرة المسيح ومن تقديره للامور، او يعني في جراءة اكتر، وكأنه عايز يقول للمسيح انا مش محتاج لطلبتك. المسيح بيقول له طلبت من اجلك، كأنه عايز يقول له كده انا مش محتاج لطلبتك لاني مش هعمل كده. ثقة لا متناهية في النفس، بس هي ثقة غير حقيقية. ايوة، بس هي المحبة في انفعال، ما هياش المحبة الحقيقة، ما هياش المحبة الحكيمة. هو في محبة ملية قلب بطرس، وكان فعلا بطرس عنده استعداد انه يموت من اجل المسيح، بس لما جه ساعة التنفيذ ما كانش عنده القوة. وبطرس فعلا زي ما هنشوف في لحظة القبض على المسيح عمل ايه، مسك السيف وضرب فعلا، كان ناوي يخش في معركة مع القواد والجند والشعب اللي جاي يقبض على المسيح، كان ناوي يخش معركة غير متكافئة، ده هم معهم سيفين زي ما هنشوف، لكن كان عنده استعداد انه يخش ويسارع، بس على اساس ان المسيح يتدخل وينهي الموضوع بسرعة. كان بقى في ذهنه المسيح هيطلب 12 فرقة من الملائكة تنزل، المسيح هيشلهم هيعميهم هيعمل فيهم اي حاجة، بس اضرب الضربة الاولى ففوجئ بان المسيح بيقول له رد السيف الى غمده، وياخد الودن اللي اتقطعت وايه ويلزقها، فهو العملية لخبطت جدا معاه لانه ما كانش فاهم. ده اللي قال له مستعد ان انا اتسجن معاك واموت معاك، طلع بعد 5 دقايق بالظبط انه حتى مش قادر يسهر معاه فين، في البستان. المسيح قال له تعال اسهر، تعال صلي، فطلع لا قادر يسهر ولا قادر يصلي، يبقى هيموت ازاي؟ فبصله المسيح كده فقال اقول لك يا بطرس، وهنا ده بالاسم اللي هو سمهوله بطرس، يا صخرة، انت اللي عامل نفسك صخرة وقوي وحاسس بكده انك مش ممكن تعمل اللي انا بقوله، طيب لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكرني 3 مرات انك لا تعرفني، انك تعرفني، انك هتنكر انك تعرفني. المسيح كان يعرف بطرس اكثر مما يعرف بطرس نفسه، والحقيقة دي هي فعلا الواقع، ان ربنا يعرفني اكثر ما انا بعرف نفسي. المسيح يعرف ما لا يعرفه بطرس عن نفسه،
بالظبط زي العيان والدكتور. طبيب يعرف ايه اللي بيدور جوه المريض كويس جدا، بيعرف اسباب المرض وخطوات المرض وتدرج المرض والمراحل اللي هيمشي بيها المرض لانه عارف. وان كان الطبيب لا يتألم، المريض هو اللي بيتألم، لكن الدكتور عارف اللي بيحصل. زي العيان الخيبان يجي الدكتور يقول له طب خد بالك هيحصل كذا وكذا وكذا، يقول له لا لا اصل انت مش عارف يا دكتور، انا اللي عارف، انا اللي حاسس، انا اللي بتوجع. بيفتكر نفسه ان هو اللي عارف. لكن في حاجة اسمها باثولوجي، علم الامراض، بيشرح تطور المرض، خفايا المرض من جوه. ده اللي عارفه الطبيب وما يعرفوش العيان. فقال له قبل صياح الديك النوبة التسليب النبطجية بتاعة الحراسة على ابواب اورشليم اللي هي بتيجي مع طلوع خيوط الفجر، واللي بيقول عنها في المزمور انتظرت المراقبين، انتظرت الرب اكثر من المراقبين الايه الصبح. مراقبين الصبح يعني كانوا يستنوا اول ما خيوط الفجر تطلع ويروحوا ضربين بالابواق عشان يعلنوا بداية اليوم وانتهاء النبطجية بتاعتهم. فكانوا يسموا النوبة دي نوبة صياح الديك. وان كانوا بيرسموا في بعض الصور كده ان في ديك بيدن، لا طبعا، يعني نوبة صياح الديك دي هي نوبة الحراسة على اسوار اورشليم وعلى الهيكل. لان زي ما بيقولوا كان معروف ان اورشليم المدينة المقدسة ما كانتش توجد فيها طيور، لانهم كانوا بيخافوا ان الطيور تطير ناحية الهيكل وتسقط المخلفات بتاعتها على الهيكل، والهيكل مكان مقدس ما يصحش ان تكون فيه الحاجات دهيت. فقال له قبل صياح الديك تنكرني ثلاث مرات. وثلاث مرات صحيح ان كانت المرة الاولى فجأتك، طب المرة الثانية والمرة الثالثة؟ يعني انت كررت الخطية ثلاث ايه مرات. ولكن بالرغم من هذا، حتى لو كنا بنكرر الخطية ثلاث مرات، لكن رحمة ربنا تستطيع ان تتعامل مع ضعفنا. احنا ما بنعددش اخطاء بطرس لان كلنا بطرس، بل ياريت احنا كلنا بطرس، احنا اقل من بطرس بكتير. على الاقل بطرس ده كان يعني ليه سندات وليه جهاد وليه تفاعلات مع الله، لكن احنا ما حلتناش حاجة. فإذا كان هو عمل كده يبقى احنا هنعمل ايه؟ ان ما كانش ربنا هو الحارس والمنجي والشفيع هنضيع. عشان كده ثبتنا مش منا، ثبتنا نعمة من الله. بس كون الانسان بيقبل هذا الثبات وبيمسك فيه وبيشكر عليه وبيعيشه، هو ده دور الانسان. عشان كده الانسان ياريت واحنا قاعدين دلوقتي يقول لربنا اطلب يا رب من اجلي لكي لا يفنى ايماني. بطرس مشكلته انه ما استوعبش الدرس بتاع الافخارستية اللي لسه كان المسيح بيتكلم عنه. وفي الافخارستية المسيح اعلن معرفته بالمستقبل، ان جسده قدمه مكسور ودمه مسفوك، تنبأ بما سيحدث وكأن المستقبل مكشوف قدامه، عالم بكل ما يأتي عليه. فكان مفروض ان بطرس يعرف ان المسيح عارف اللي هيحصل. استكثر بطرس على نفسه انه يشك، عشان كده قال له وان شك فيك الجميع انا، فعمل ايه؟ بدل ما يشك انكر. ياريته شك بس، ده كمان عمل انكر. لكن الله سمح بهذه التجربة لبطرس اولا علشان بطرس يعرف نفسه كويس، وثانيا ان التجربة دي هتصنع من بطرس شخص جديد، هتصنع منه رجل ايمان. عشان كده بنشوف التحول العجيب لبطرس بعد الجبن والخوف والانكار قدام جارية، وبعد الهرب والحزن واليأس، انه بيتغير خالص ويبقى شخصية قوية جبارة، تقف قدام السنهدريم وتقف قدام رؤساء الكهنة وتجاهر وتبشر وتصنع قوات ومعجزات، لان الروح القدس حوله، حول شخصيته،
حتى لو في تجربة مرت في حياتي تتأكد ان التجربة دي الله بيحولها لشيء مقدس انا هستفيد بيه والاخرين اللي حواليا هيستفيدوا بيه. عشان كده لا يمكن لانسان انه يساعد الاخرين الا لما يكون مر بظروفهم واحترق بنار التجربة وشرب من كأس الالم اللي عايز يساعد الناس ان هم يتقبلوك. عشان كده قال له متى رجعت فثبت اخوتك. على رأي احد القديسين يقول تعبير حلو قوي، يقول في خيبتي غلبتي، في خيبتي غلبتي. يعني الخيبة اللي انا خيبتها هي سبب الايه؟ الغلبة والنصرة. لان الله يحول التجربة مهما كانت مرة طالما الانسان ما زال في يد الله. وابتدى في عدد 35 يقول ثم قال لهم حين ارسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا احذية هل اعوذكم شيء؟ فقالوا لا. فكرهم بالارسالية اللي بعتهم اتنين اتنين الى كل قرية وكل مدينة، قال لهم لا تشيلوا كيس في خزين ولا معاكو زاد ولا زواد ولا فلوس ولا احذية ولا عصا، اطلعوا اخرجوا محمولين عليا وانا مش هخليكوا تحتاجوا حاجة. فخرجوا وفعلا اختبروا ايدين ربنا اللي شالتهم، ففكرهم بقوة الايمان اللي عاشوه قبل كده وعملوا بيه، فصنعوا ايات واخرجوا شياطين وهم ما كانش معاهم اي حاجة. قال لهم فاكرين الايام دي؟ قالوا له اه. قال لهم طب اخدوها قوة انها تدفعكم للجهاد، لان دلوقتي بقى فقال لهم لكن الان من له كيس فليأخذه ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لان دلوقتي دي بقى وقت الجهاد، كل واحد ياخد كل الامكانيات اللي عنده علشان ده وقت الجهاد ووقت الصراع، انك تقوم وتجاهد، انكم تقوموا وتحاربوا، انكم مش هتشوفوني دلوقتي معاكم. عارفين بالظبط لما يجي يعلموا الولد سباحة يجي المدرب كده ينيمه في المية ويسنده بايه؟ بايديه. الولد يبقى مبسوط خالص ان هو طافي على المية ومسنود بايدين المدرب. بعدين شوية 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 المدرب يعمل ايه؟ يشيل ايده يشيل ايده من غير ما التاني يحس، فيلاقي نفسه عايم لوحده. اهو ده بالظبط اللي عمله المسيح معاهم. سندهم في الاول، حملهم على ايدين النعمة، لكن بعد شوية بقى يختفي وتختفي ايديه. هم لازم يعوموا لوحديهم، يجهدوا لوحديهم. واصر المسيح على ان يكون معاهم سيف، لازم يبقى معاك سيف حتى لو اضطررت انك تبيع هدومك، بيع ثوبك واشتري سيف. طبعا المسيح كان يقصد هنا سيف الجهاد، سيف الايمان، سيف كلمة الله، سيف الصلاة. وكأن المسيح عايز يقول لهم اهتموا بقى بالجهاد بدل من الصراع على الرياسات والخناقة مين هو الاول ومين هو الثاني، لان خطورة الانسان اللي عمال يتصارع على الرياسات انه حينسى جهاده وحينسى استعداده وفي الاخر ايه؟ يضيع كله. لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب. والمكتوب ده اللي مكتوب في سفر أشعياء 53، وأحصي معه أثم، أحصي يعني عد أو حسب مع الخطاة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. اللي مكتوب عني لابد أنه يتم ويقضى به ويتحقق فعلا. فهم طبعا حسب عادتهم ان المسيح يقول حاجة وهم ياخدوها بالمعنى الايه؟
الجسدي مخهم مش قادر يتفتح. فقالوا له، فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان. احنا شاطرين معانا ايه؟ سيفين. والسيفين اللي كانوا معاهم دول ما هم سيفين بمعنى السيوف الطويلة، لكن سكاكين كبيرة، دول اللي استخدمهم بطرس ويوحنا في اعداد خروف الفصح. ما راحوش اشتروهم، لكن دول السكنتين اللي كانوا معاهم عشان يعدوا بيهم خروف الفصح. فقالوا له معانا اتنين. فبص لهم المسيح كده بحزن شديد وقال لهم، وقال لهم يكفي. كفاية. كفاية غباء، كفاية قلة ايمان. لانه بعد شوية هو ما كانش يقصد السيوف الجسدية او السيوف المادية، لانه بعد شوية هيقول لهم رد السيف الى غمده، مش ده اللي انا كنت عايزه. بطرس لما ضرب افتكر انه بينفذ الكلام بتاع المسيح، مش هو ده السيف اللي انا عايزه. وواضح ان مكان المسيح كمان شايف وحاسس ان مفيش فايدة من الكلام معاهم، وكأنه عايز يقول لهم كفاية غباء وكفاية قلة ايمان. بتقولوا عندنا سيفين، طب يا ريت كان عندكم السيفين اللي انا عايزهم، سيف الايمان والمحبة، او سيفين الصوم والصلاة، او سيفين كلمة الله، العهد القديم والعهد الجديد. يا ريتكم كنتوا فاهمين وكنتوا عارفين وعايشين. وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون، زي ما كان متعود في الاسبوع الاخير، ان هو خصوصا من يوم اربع ويوم الثلاث بالليل بعد ما فارق الهيكل، انه يمضي الى جبل الزيتون وفي بستان جثيماني. كلمة جثيماني معناها معصرة الزيت، لان البستان ده كان بستان شجر زيتون، وكان فيه معصرة للزيتون عشان يستخلصوا منه الزيت، وكان هذا ملك لمرمرقس الرسول، وكان فتحه للسيد المسيح، والمكان ده ما زال موجود حتى الآن. وفي شجرة عمرها 2000 سنة ضخمة جدا نبتت وولدت شجر جنبيها، يقال ان الشجرة دي هي اللي كان المسيح تحتها في هذه الليلة. فخرج من العلية ومضى الى جبل الزيتون الى بستان جثيماني، وتبعه ايضا تلاميذه الا يهوذا، لان يهوذا في الوقت ده كان مضى برؤساء الكهنة. ولما صاروا الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. على فكرة دي اخر كلمة قالها المسيح. اخر كلمة قالها المسيح كنصيحة او كعظة او كوصية، ان الصلاة هي الطريق الوحيد لمواجهة ساعة الظلمة. الصلاة هي الطريق الوحيد قدامنا، وملناش طريق تاني غيرها علشان نقدر ننجو من التجارب اللي جاية على العالم. صلوا. وزي ما هنشوف هنا ان الصلاة محتاج سهر او استيقاظ، لكن الشيطان ضرب التلاميذ بالنوم علشان ما يقدروش ان هم يصلوا. ودي خبرة كل واحد ماشي في الطريق الروحي، كل من اراد ان هو يصلي ويجي يقف يصلي يلاقي نفسه عمال يتاوب، والنعاس كبس عليه، وراسه تقيلة، وانه مش قادر يصلب طوله. ومجرد ما يقف للصلاة يبتدي الملل والنوم والنعاس. حاجة الاعجب من كده انه بمجرد ما يسيب الصلاة اللي كان فيها نايم يصحصح وينشط في الحال، وياخد يتكلم ويضحك ويقهقه ويتخانق ويبقى يعني في منتهى اليقظة بدون اي احساس بالحاجة الى النوم. النوم ده هو المخدر اللي بيسقيه الشيطان للدماغ عشان يسطرها، لكي يحرمها من اليقظة، وبالتالي يحرمها من الصلاة، فيقدر يسوقهم الى الخطية بلا خوف وبلا جزع، والانسان يبقى لا فيه لا حول ولا قوة. وده فعلا اللي عمله مع التلاميذ.
صلوا. المسيح مش بيقول لهم صلوا، مش عايز منهم مجرد صلاة، يعني مجرد كلمتين يقولوها،